إبراهيم برهومة بيبي. الله ما ترد عليا بقى يا بيبي. أوه بقرا قرار العلاوة الجديد، قرار عامل زي الفزورة، كل ما أقراه ما فهمش حاجة. تفهميش أنت هناخد كام؟ وافرض أخدنا العلاوة يا أخويا هنعمل بيها إيه؟ ما هي الأسعار عمالة بتزيد، إحنا بننقص يا إبراهيم ما بنزيدش. يلا يا حبيبي اشرب قهوتك عشان نقوم نروح لماما. يا دي ماما ماما، وأعداد التاكسي ده مش بفلوس؟ أصل ما أنتش عارف أخويا فتحي جاي النهاردة من بورسعيد، وكنت موصياه على حتتين قماش. إيه ده؟ هدية؟ ما جابليش قميص أنا كمان؟ هدية؟ هو فتحي برضه بتاع هدايا. أنا هحاول آخد حقهم من ماما. ماما مش هيحصل يا أختي، وأنا اللي هتدبس في تمنهم. الماما هي أمك دي بيطلع من تحت ايديها مليم. ماما خلينا في العلاوات. الحمد لله على السلامه. وحشتيني يا بنت. اتاخرت ليه؟ يلا كان عندي اجتماع في الجمرك. بس يا لهوي وقف اشوف بحاجه. يلا وقف اشوف بحاجه يا بنتي، انا صديق المسؤولين يا اخويا. اصعد يا جميل، اركب. الله اعلم اتاخر كده ليه. استرها معايا يا رب. غلبت اقول له يا فتحي يا ابني بلاش عربيه ابوك دي تعبانه مش حمل سفر، برضه ما سمعش كلامي. مغلبني قوي يا ابراهيم، ما انت عارف. عارف يا حماتي عارف. ايه مفيش حتى كوبايه شاي فنجان قهوه؟ اهمل، احنا لسه قعدنا. الله يرحمك يا عبد الظاهر، رحت وسبت لي وجع القلب. بس لو كان ربنا مد في عمرك لحد الواد ده ما خد التوجيه بس. ايوه كان زمان موظف محترم زي حالاتي، قيمه ومركز ووظيفه ميري. انا مش عايز بس غير معلقه بن ومستعد اطفح القهوه ساده. هم اصحاب ولاد الحرام هم اللي تلفوا امله. تصدق يا ابراهيم ده بيجيني وش الصبح ده بيشرب بيره. ايه بيره؟ لا والدور والباقي على شغله العواطليه اللي عايز يشتغلها. ابن عبد الظاهر به قوره نظر الصنايع، وابن بهية بنت العمد. معلش معلش يا ماما، ما هو ابراهيم بيكلمه في الحكاية دي. انا ايوه ايوه ومسيره يعقل ان شاء الله يا ماما. قصدك مسيره يروح السجن؟ ابني انا فتحي هيروح السجن؟ ده انا لما ابوه مات الله يرحمه قلت خلاص فتحي ابني هيملى عليا البيت، هو اللي هيمسك فلوسي، هو اللي هيدير ملكي. ده انا مرة خليته يروح يحصل لي الايجارات، غاب يومين وجا صارف نص الفلوس. غلطان يا حماتي، لكن ما يهمكيش من اي حاجه، حكايه الفلوس والملك دي سلمها لي انا. ابراهيم انا قصدي اقول يعني اي خدمه، بس الواحد بصراحه كل ما بيجي عند حماتي هنا بينكسف من كرامها. غمض عيني اهو. فتحي بقى. مش معقول يا فتحي. ولي حالي عشان خاطري عشان خاطري. جبت لك حته ساعه عشان لما اتاخر عليك تبص فيها زي بتوع السيمه. طب ولي حالي. شوفي جميله قد ايه. الله دي حلوه قوي يا فتحي. طب فتش الجمرك اعجب بيها اعجاب يا بت. بس انت كلفت نفسك قوي يا فتحي، وانت يعني ميح يا بت. وانا في اغلى منك؟ ده احنا فيه يعني ففيها وفتح زي ياسين وبهية عزيزة ويونس. بكرة قصة حبنا ديت اعملوها تمثيلية في التلفزيون. الواد التمام قوي بقى، والبت الحليوة السكر، وابوها بقى اللي مزرجن ومش راضي. الجوازة دي مش لازم تتم، عايزنا اجوز بنت الواحد مهرب. ما تقولش مهرب يا عمي، انا راجل تاجر، بيع التجارة عيب. لا اله الا الله. تاجر ودكانك شنطة وعربية مهكعة؟ جري العبايد يا شاطر. اما بقى عندك دكان وليك مستقبل يبقى تعالى كلمني. اروح انا بقى لامي اقول لها ياما ياما البطل ارحميني. ياما ياما قلبي هيتحطم ومستقبلها هيروح في الكازوزة. والنبي يا امه اديني قرشين افتح بيهم بوتيك اترسم فيه. والله العظيم كل قرش هتدفعيه هرجعه لك 20 مره. انا قلت لا يعني لا، هي كلمه واحده. انا خلاص ما عادش حلت فلوس اديها لك. انت جرى لك ايه يا ابني؟ بس انت بتسلط عليا. فهميها انت يا سعاد. يا امه البوتيك النهارده بيصفي له يوميه ما هي الثلاث وزراء في الشهر. انت مش عايز ابنك يبقى فوق؟ لا فوق ولا تحت، هي كلمة واحدة. أنا خلاص ما حلتيش فلوس. وأنت إيه اللي بتقطعيه ده؟ بعمل سندوتش جبنة رومي لجوز إبراهيم قبل ما أشرب فنجان قهوة، أصل نفسه غم عليه قوي قوي يا ماما. أنا اللي نفسي اتكسرت ومحدش دريبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا
تعبت يا عبد الظاهر، تعبت، تعبتني الوحدة وطبع العيال فيا من 5 سنين دلوقتي وانا بعافر مع الدنيا من غيرك. تعبت يا سيدي يا رجلي يا ابو عيالي اللي فايتني في الدنيا وحدانية. خساره يا مدام ليزا، المحل لم الزبون اللي بيدفع قرش ما تقدرش تقول له هش. ايوه انما واحد في مركزي انا ازاي يصرف وسط زي ده؟ انت يا سيد بيه زبون محترم من زمان وانت عندنا حاجه تانيه خالص. الله، كاسك فاضي تشرب كاس تاني ولا هتبقششنا كلام؟ كاس سيد بيه على حسابي وخليه دم. يا اخويا انا امتى انا كنت بشرب على حساب حد؟ روقنا. مساء النور يا طوحة. أهلا يا طوحة، عاش من شافك. بزنس يا صفصافة. أنت بورسعيد بشتري أرض. أنت كل مرة تشتري أرض تشتري أرض، أنت كان زمانك اشتريت بورسعيد من بابك. أعمل إيه؟ المحافظ صعب فواجب أنفعه يعني. يا بختك يا عم. أبيض. انا اسمي الاستاذ سيد، بالنسبه لك انت سيد بيه. يا سلام، وسيد باشا كمان. من حظك ان المزع والقرع ما علاهوش جمرك ابو السيد. نار يا ابيض، اديني واحد بترول مضروب بالجزم وشوف الباشا هيتعبى ايه، عدا ولا صبر يا جميل. اخرس يا ولد، بلاش قله رمايه. لا 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 يا ابو السيد، ما تغلطش. اقصر الشر وروح اقعد مع اللي زيك. لا مش انا اللي تعمل له كده، انت فاكر نفسك ايه؟ انا هعرف اربيك واكتبك في الاسر. انت يا سيد تقدمني في الاسر، انا ممكن اهزق كرامتك. يا سيد يا سيد، ما تسيبنيش فينا. يا سيد بقى حضرتك بتسكر وبتضرب بالازازه كمان؟ سعاده البيه، انا مستعد ابوس راسه قدام حضرتك. سوري سوري، انا لا اقبل اعتذار. الاشكال دي لازم تتربى لان هيتكرر تاني وده خطر على المجتمع، بان المجتمع يا حاج سرعه يا حاج بنت الحاج يا سيد. سوري اي اجراءات تانية يا فندم عشان يكمل المحضر؟ لا متشكر قوي، بس لو سمحت ضيل على المحضر. امرك يا فندم. فين؟ قبل هنا. ايوه، مع السلامة. انا هكلم عبد المجيد بيه اشكره على همتك. ويسوري على الازعاج اللي سببناه لك. ربنا يا فندم. ماما سعاد. ايه يا ماما مالك؟ اخوك فتحي ما جاش البيت من امبارح. في خبر يا ماما؟ ابراهيم الحقني يا اخويا، انا خايفه الواد يكون جراله حاجه. قاعدين فيكم شر الجايين. اعمل معروف. لا لا اطمني يا حماتي، انا هنزل ادور لك عليه دلوقتي في الاقسام والمستشفيات. عشان خاطر يا ابراهيم انزل، عشان خاطر يا اخوي. حاضر. ايه بس شوفي بقى التاكسي هيعمل كام. ها ما تمشيش امك. انت كنت فين؟ كنت بايت عند واحد صاحبي. ايوه، وانا اللي ضمنته. يا لهوي، ضمنته يعني ايه؟ لا انا قلت ضمنته، انا قصدي انا اللي لقيته وجبته معايا. هي سعد ما جتش معاك ولا ايه؟ ما احنا قلنا كل واحده تستناها في حته. ايه؟ لا طب اما اروح بقى علشان اطمنها عليه وعليا. فكرينا ابراهيم. ايوه تعالى هنا يا ولد، قول لي بالظبط حصل ايه؟ انا مش غشيمه؟ ياما انا مش هغشك. انا كنت بقيت في الاسم. ادي اللي انا عامله حسابه. انا خايفه من كده طول عمري. قول لي بقى بالظبط، اوعى تكذب عليا. حببت ايه؟ ياما ما تخافيش، لا انا سرقت بنك ولا نصبت على حد، خناقه. بلطجي ابن عبد الظاهر بيه قوره، بلطجي عصبجي. قصدك جدع بقى، ابنك ما يتهزقش وينخ يا ام فتحي. الله يرحم ابوك، لو كان عايش كان نسل عليك خرزانه. ما ما نسل خرزانات، ومره ضربت الكرسي في دماغي يعني طلعت وزير. اما ما هنتي
انت لو تفهميني وتساعديني. ايوه هتلف تلف برضه عشان الفلوس. طب عشان ترتاحي انا مستعد اسمي البوتيك على اسمك. ب ب بوتيك بهي. ايوه انا فاهمه يا اخويا كل حاجه، انا مش غشيمه. يا رب تفهميني بقى. اخرس. طيب بكره الايام هتلف وهتحتاجي لي. احتاج لك انت؟ قال يا محتاج السمن من نمل. بصراحه بقى يا فتحي امك عندها حق. ما خلاص بقى عندها حق عندها حق، يعني تصوعني والفلوس على قلبها قد كده؟ ما هي جارتها تعتمد على نفسك. وبعدين ده اكرمها. وبعدين يا اخي دي حاجه تفرحك. تفرحك من غير رسمال؟ طب ازاي؟ ده بتوع جمرك في المشوار الاخراني يدفعوني كل اللي حلتي. خلاص انا هشاركك في الشغل. شاركيني يعني ايه؟ هو في فرق بيننا؟ اشمعنى انت بقى عايزنا شاركك حياتك كلها؟ يو بلاش غلبة بقى، خد حتتين الصيغة دول، بيعهم ولا رهانهم ولا اعمل فيهم اي حاجة. امسك يا فتحي. سختك معقول؟ اخويا انت كمان خد امسك، اعتبرها حصتي في الشركة. عندك انت يعني صيغة بقى في الجهاز عشان ارهنها، ولا انا عندي عربية اروح بيها بورسعيد؟ مش معقول كده يا فكيه. خسارة يا فتحي. مش عارف بقى اقول لك ايه. خلاص بقى قول انك موافق بس تنفذ لي كل شروطي. شروطك؟ اه بفلوسي بقى يا استاذ. اقول يا ستي ابويا طول عمره راجل شريف، ترضلي انت بقى اتجوز مهرب؟ انت هتنزل تشوف لك كده حته دكان تكون عتبته مبروكه، نحط فيه حتتين بضاعه وهرز ان على الله. قلت ايه بالفتوح؟ تقوليش بتقري افكاري يعني؟ موافق؟ صلاحات ربنا حمر على السماسرة واشوف المحل باذن الله. حسميه بي اف ايش؟ بوتيك فكيها عبيطة. تعيشي وتفتكري يا اصيلة. كنت بقضي واجب، ما انت عارفة طول عمري صاحبة واجب، وبعدين انسعدت وشفتك. ازيك يا مؤمن؟ الله يسلمك يا حبيبتي. انا خلاص ما بقاش فاضل لي الا هنا. ليه يا اختي؟ حابس حابس تلفي من بقك اللي بتقوليه ده. طب ده انا لما جوزت بنتك سعاد بقت المعازيم مش عارفه العروسه من امها. اما انت عليكي كلام يا مؤمن. جايلك نهار سعد ويوم هنا. منين يا حسره؟ يعني هو الفنجان هيكدي باستباهية؟ طب بصي كده شوفي، جايلك جدع طول بعرض وقيمة ومركز تاني. انت كل ما تشوفيني تقولي لي الكلام ده يا مؤمام. وليه لا يا حبيبتي؟ لا عيب ولا حرام. على رأي المثل البعد ما شاب ودوه الكتاب. شاب؟ ده انت لسه يا حبيبتي في عز شبابك وألف مني يتمناكي. يا اختي وشي ده ولا فرقة قمر؟ جسمي ده ولا ريش نعان؟ انت كمان يا مؤمام. مش حرام عليكي شبابك؟ هي الوحدة مننا هتعيش كم مرة؟ ده اليوم اللي بيعدي ما بيتعوضش، اسأليني أنا. أيوة يا مؤمام لكن ملك انت ولا حاجة، ده شرع ربنا يا حبيبتي. ولا عاجبك حبستك في الأوضة دي بين أربع حيطان؟ لا أنيس ولا جليس. أنا أتجوز تاني بعد عبد الظاهر؟ يا أخي الله يرحمه بقى. لا لا حقك كل اللي كده يا مؤمن. طب افرضي الله لا يقدر ولا يكون والاعمار بيد الله، كنت انت وهو اللي عاش مش كان هيشوف له شوفه؟ جايز يمكن برضه، لكن طب والولاد يا مؤمن؟ معقوله يا ماما؟ معقوله صاحبتك دي بعد ما اتجوزت وابنها بقى راجل كبير عايزه تتجوز تاني؟ ومالها يا سعاد؟ ما دام لسه فيها الرمق تتجوز، مش احسن ما تهلس؟ ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا ابراهيم؟ كل الحكايه انها وحدانيه يعني ونس. الونس قال اشربي يا ماما قهوتك اشربي، ده صنف ستات يقولوا عليه المرق. مرق ده ايه انتي رخرة؟ اللي هو يعني النوع المتصابي اللي بيقولوا عليها شايبه وعايبه. طب ما انت اهو يا ماما ظروفك زي ظروفها بالظبط، ما فكرتيش تتجوزي ليه بقى؟ على رايك. وده معقول يا حماتي؟ لا الولايه التانيه دي مخها ضارب عرشانة. العدل جاي بعد نقطتين، اجيبه لحد ولا الاثنين؟ هو مين ده يا اختي اللي تجيبيه؟ العريس يا زغنطوطة، ما قال لي وقلت له وجاني ورحت له يا عوازل فلفله.
ما قال لي وقلت له. لكن انت ازاي تكلمي حد عني؟ انا لسه ما قلتلكيش ايوه ولا لا. خفت عليكي لا تير من ايديكي، ده راجل وقيمه ولا كل الرجاله. عون يا حبيبتي طول بعرضه وبكامل صحته. بس انا لسه ما قلتلكيش ايوه ولا لا. يا ست بهية ده مركزه يشرف ويزيد على المرحوم اللي انت طالعه لي بيه السما. بس انا لسه ما قلتلكيش ايوه ولا لا. تبقى انت اللي هتنيني بختك بايدك، انا عملت اللي عليا، الخطبات عزيزتي. طب اسمعي بس. اهو كده؟ انت يعني كلمتيه عني بالوصف؟ ولا هو شافني بعينيه؟ الا شافي. ده شاف القمر. ده تنه ماشي وراكي من باب البيت لحد ما ركبت التاكسي من ميدان الساعه. المشوار ده كله؟ طب مشي ورايا ليه؟ دي بتسال. انت تايه عن جمالك وحلاوتك ولا ايه؟ يعني هو كلمك عني؟ شوف يا اخت الوليه، يعني عجبته يا مؤمام؟ بكره لما تقابليه هتشوفي بعينك. لا اشوف ده ايه؟ طب ما هو لازم يا اختي تشوفيه ويشوفك، امال هتتجوزوا غمادي كده؟ لا لا يا مؤمام، انا لسه لا قلتلك ايوه ولا لا. طبعا عشان خاطر الاولاد. ايوه يا مؤمام، افرض يعني. فهماكي. قصدك لو الموضوع اتعرف وبعدين ما حصلش نصيب؟ هبقى بس احرجت نفسي قدام جوز بنتي وقدام الواد. بسيطه، ما نجيبش سيره لحد. يا لهوي، ما اجيبش سيره لحد؟ انت عايزين اتجوز في السر؟ يا لهوي، وانا استجري اشور عليكي بكده؟ امال ايه؟ خلي السر في اول مقابله وبس. ان حصل نصيب نتكلم، ما حصلش يا دار ما دخلك شر. قلت ايه يا فلقه القمر؟ هقول ايه بس يا مؤمام؟ انا خايفه قوي. اجيب اسم النبي حرص ونزورك بكره بعد العشاء؟ لا يا مؤمن، لا، استبر شوية. يا رب دبرني يا رب. ايه اتوكل على الله ونقابل صاحب الملك؟ ايوه بس انت ما قلتليش ايه النظام؟ بصراحة صاحب الملك ما بياخدش حاجة في جيبه، العملية وما فيها فرق الأسعار. يا حبيبي فات كام يعني؟ 10 بواكر رايحين وخمسة من الإيجار، ده عشان خاطر ابن الحرامية. 15,000 علم ما عندهاش ذمة ولا دين. صدقي بالله ما تقولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا أخي، أنا لو معايا 15 باكو دول يا فاكيها كنت ألعب بيهم أجدع لعبة في الدنيا. طب ورحمة أبويا يا فاكيها، في سنة واحدة كنت أبني عمارة أجدع من عمارة الأم بالي. سيبك من الكلام ده وخلينا في المفيد. تقدر تقول لي هتعمل إيه دلوقت؟ أعمل إيه؟ أديني بدور أهو. يعني اسمع، أنا عندي فكرة. إيه؟ تروح تقابل أبويا. أقابل أبوكي؟ أروح لطرزان كده؟ أقول له إيه؟ يا أخي اسمع كلامي للآخر وبلاش رمادة. بتحكك على صداقك. ما انت اصلك لو عرفت تاكل ابويا في عبك ممكن يديك دكان في الوكاله من غير الابيض ولا اسود، والقرش نجيب بيهم بضاعه. بتيك في سوق خرده يا اخويا. انت قرع ونزهي. ايه بالتقرع دي؟ انا فتحي. ترمي نفسك. ايه فتحي؟ ايه فتحي يا فتحي؟ عم ابو الهول منور قاعد. انت مقرفص ولا حد همك؟ لو كانت الخلوات على ايامكو ما كنتش لقيت حته تربح فيها. يا بنت فاكيها، لو تعرفوا الطموح اللي جوايا ده قد ايه. بس يا خساره، الدنيا بقى مش حلوه معايا. ما انت لو سمعت كلامي وعملت اللي بقولك عليه هتشوف الدنيا هتطوعك وتبقى حلوه معاك ولا لا. اروح لابوكي عشان يكسفني تاني. ما هي لو امك كانت جت معاك ابويا مش هيكسفك ابدا. تعرف يا واد يا فتحي، ابويا بيعز امك قوي. نعم ارحمه. اخويا يا واد، ما يبقاش ضميرك وحش كده، ما تجيش سيرتها لما يقول ايه ست عاقله ومدبره. يا من ناحيه مدبره فمدبره، مدبره قوي. اساليني انا. امي صبر يا رب. على العموم يا فاكيها احاول وامري لله. انت اتجننت يا فتحي؟ اروح معك فين؟ عليا اللي هتجوز واجيب لك واحده تقعد معاك هنا وتخدمك؟ كمان عايز تجيبها تقعد معايا هنا؟ امال هاخدها واعيش بيها بره يا ام فتحي؟ لا اسمع بقى يا واد انت، انا خلاص ما بقاش فيا مراره استحمل جنانك ده. يلا انت مش كنت عايزاني اتجوز؟ ايوه تتجوز لما تقدر تفتح بيت من عرقك وشقاك،
لكن تروح تجيب لي واحدة أصرف عليك أنت وهي؟ لا. وبعدين بقى قولي، مين اللي عرفك إن المعلم فهمي حيرضى يديلك بنته؟ يا سلام، ما يديهاليش ليه؟ ولا أحسن مني يا أخويا، بلا أنزحة فارغة. هما كلمتين ورد غطاه، هتيجي معايا ولا لا؟ لا لا. طب والله ما انا عايش معاك، عيش لوحدك بقى، راسك في الاربع حيطان. طيب يا ام فتحي، ان ولدت خليتي بعد كده يبقى لك الكلام. انا يا اخويا ما باكلش بالكلام ده. سلام يا ام فتحي. فتحي انت يا واد، فتحي قطيعه تقطع العيال وسنينها، انا هفضل مفروزه على طول كده يا ربي. يا خبر يا فتحي، ده انت تقعد معانا هنا سنه واتنين، ده البيت بيتك يا اخويا. لا بس على بال ما ادبر نفسي يا سعاد، انت عارفه ان انا وامك دلوقتي مش هنستريح مع بعض، ولا ايه رايك يا ابراهيم؟ اقول لك ايه، بمناسبه اختك قالت لك اهلا وسهلا. لا قولي بصراحه يا ابراهيم، اذا كان ده ضايقك بنسيونات كتير يعني. لا لا، من جاك كتير كتير. بنسيون ايه يا اخويا؟ بنسيون ايه؟ انا هدخل الشنطه وانت ادخل يا اخويا غير هدومك. لا يا سعاد خليك انت، انا هغير وهرجع لك يا ابراهيم. اهلا بيك يا اخويا، اهلا بيك. ايه ده؟ مالك بتكلم اخويا كده من غير نفس؟ لا اضرب له تعظيم سلام، اضرب له تعظيم سلام يا اختي. واحنا قادرين ناكل نفسنا لما ناكل كرش تاني معانا؟ ما كنا خلفنا بر، ما انت عارفه، عارف ان نفسي في ولد يحمل اسم القلقشندي. عارفه عارفه يا اخويا، بس اعمل ايه؟ اطرد اخويا من بيتي؟ لا سيبيه، سيبيه يرجع لنا اخر الليل سكران ويجرسنا ويفضحنا في وسط الجيران. وتعمل معروف احسن يسمعنا. انت عايز احس ينكتب في بيتي كمان؟ ما انت عارفه انك متجوزه راجل بجعوره، بجعوره يعني من حق اجعر في بيتي. الكاس الفاضي بيزعل من الشرير يا سيد بيه. تشرب كاس تاني بصحتها. يعني تعجب زمان اليومين دول؟ يعني بلاش اكلمها لك. تكلمها لي انا؟ ده انت يظهر واخد عني فكره تانية خالص. ارجوك ارجوك يا سيد بيه، فتحي جه وانا مش عايزه دوشه في المحل. مين؟ ابو السيد المتصل؟ طز في حضرتك. عجبك كده يا مدام؟ معلش معلش يا سيد بيه، عشان خاطري، ده البوليس المره اللي فاتت بهدلني. شوف يا سيد، انا اللي نادي شارب لك جاز مش لاقي حتى باب فيها، فعايزك تنيمني في الاسم. يعني يا ولد واخس الشيطان، انا مش عاوز اذيك. انت راجل كذاب ومن فوق بالاونطه كل يوم. يا ولد لما احنا مش عاجبينك يا اخي بتظهر معانا ليه؟ انا اقصر في اي حته في فلوسي. ليه انت هنا؟ اقطع دراعي تليك نصاب. ابتعد يا ولد. خلاص خلاص انا ماشي، اتجكيت وهمشي. سيد لو كنت راجل تعالى يا سيد. انا بقول سيد، انت سيد، انت فايد يا اخي. نعم طز يا حبيبي كده. خلاص يا سيد، يا ابني يا اخي سيد. انا كبير عارف، انا اقعد كده. انا ما بكش في التخشيمه، انا هكسره وانا. افتح يا سعاد، افتح. انا امشي. انت مش ابراهيم؟ لا انا هكسره. انا ابراهيم سعاد. افتح يا سعاد، انا حوار مبي الارض. ايه ده؟ ايه ده؟ اهلا يا اختي، اهلا. معقول يا ابراهيم؟ معقول؟ فتحي امال مين؟ هو طبعا. لو ايه؟ جاي في وقته. ايوه حاضر. تعالى معايا. حاضر. ابراهيم. اهلا. ونسب. لا مؤاخذة يا اخوانا. اهلا. تعالى. يخرب بيت ده نسب. تعالى معايا يا ابراهيم. تعالى حبيبي. كده برضه يا فتحي، دي اعمال يا اخويا تعملها برضه في نفسك؟
استلمي يا اختي استلمي اخوكي كده برضه يا فتحي كده يا اخويا. يا ابراهيم انت مرات اخويا. مرات اخوك؟ عايز ارجعك. استنى بس يا اخويا. عايز البس هدومك. ايوه. وعشان المسألة كرامة. ايوه كرامة. مسألة كرامة يا ابراهيم. ايوه طبعا كرامة. يلا. ايوه انا هروح البس الخوزة واجيب بندقيتين واجي لك على طول. وتقولي لي ما تصوتش. يا اخويا اسكت يا اخويا. معقول برضو كده يا فتحي؟ معقول اللي بتعمله ده؟ معاك. ايه؟ خديني على الحنفية اهو. نعم مية على دماغي. لا لا سيبهولي بقى. انت مش عايز مية. انا اللي حب. يا لهوي اخويا. يا اخويا ما انا كمان لي يا اخ بيضرب انفاس. اجيبه لك البيت يخش لك قافيه. حاضر يا ابراهيم. قلت لك حاضر حاضر. تصلحيها على امه ويبات عندها من الليله، ولا احنا يعني نحدد الناس له ونتبنى شحط زيه، فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر. الساعة 5:30 يا عروسة الهنا، يعني فاضل نص ساعة ويوصل العدل. طب تعالي والنبي يا مؤمن، تعالي ساعديني شوية. رقيتك واسترقيتك من كل عين بصاصة تندبي فيها رصاص. يا اختي الجمال ده كله كنت مخبياه في الاسود. اعمل ايه؟ ما هي هدوم الملونة كلها ضاقت عليا. يعني كنت هتقابلي العدل بالاسود؟ انا مكسوفة يا مؤمن. مكسوفة من ايه؟ ده انت تكسفي القمر لتر 14. بصي قولي لي يا اختي رأيك ايه في شعري؟ سايح ونايح ست الحسن والجمال. اسكت يا مؤمن. النهارده الكوافير كان مستغرب قوي قوي لما لقاني رحت له، اصلي من زمان ما دخلتش عنده. بكره تعوضي ده كله وتتهني وتتمتعي بشبابك. مش تحطي لك شويه احمر؟ عيب يا اختي. ما عيب الا العيب. هو انت هتتزوقي لحد غريب؟ ده انت هتتزوقي لعدلك. انا برضه عملت حسابي واشتري الصبع روج. طب اتبدري بقى وحمري خدك وتحزمي وبيني قدك. الليلة ليلتك يا عروسة الهنا. حق يا ام امام، ده انت هتبقى لك الحلاوة. سعاد سامع اللي انا سامعه؟ في بيتكم زغروطة. مش معقول يا ابراهيم، اكيد جاية من شقة تانية. شقة تانية ايه؟ انا متأكد انها من هنا. لا انت اكيد اتجننت يا ابراهيم. جننت ايه؟ بقول لك ايه، انا الفار ابتدى يلعب في حبي. خبطي. سبع الكرس اهو وصل. ما قدرتش يستنى يا اختي. هو بيرن كتير كده ليه؟ تيجي نسيبه يرن شويه؟ لا لا لا، احنا هنتقل على الراجل من دلوقتي. مش لما ننشبك وتيجي رجله. انا هفتح له وانت شاهدي. حاضر حاضر. هو ايه اصله ده؟ صبرك شوية يا سعادة البيت. الله أكبر. 5:05. خش برجلك اليمين. أم أمام. ست سعاد. اللي بيحصل هنا يا أم أمام؟ خش يا إبراهيم خش. أنا مش قلت لك الفار بيلعب في عبي؟ لا وورد كمان. ورد وأم أمام الخط. أنا عندها لكم ست الستات. تعالي هنا قولي لنا الأول إيه اللي بيحصل. أبدا ما فيش حاجة، ما حصلش حاجة. سبراهيم ازيك يا سبراهيم؟ كده برضو ما تسألش على ام امام. ولا بعد ما تمت الجوازة بقت ام امام ملهاش عازة. انت هتاخدين حدودك يا وليا؟ انطقي بتعملي ايه هنا؟ ما انت ما بتجيش هنا من غير سبب. ايه الحكاية؟ وفين ماما؟ انا عندها لكم ست ستات. يا ست الستات، ست العرايس هنا ومعاها ست الرجالة، والساعة بقت 6:15. مظبوط 6:15. ايه اهلا اهلا يا سعاد. ازيك يا حبيبتي؟ منور يا ابراهيم. سعاد انت شايفه اللي انا شايفه؟ ماما ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده بس يا ماما؟ لا ده اصلي. اصلي ايه بس يا ماما؟ مغيره الاسود وحاطه كمان مكياج. ايه اللي حصل يا ماما؟ هيكون حصل ايه بس؟ مؤمن ما تقولي له يوم الحقها تقلع الاسود وتزيل الهم. اصل ست الستات معزومه في فرح. معزومه في فرح؟ انت متاكده انها معزومه؟ بالك يا برهوم. فرح مين؟ صاحبتي اللي جيت سالتكم عن جوازتها. الوليه القرشانه. قرشانه ده ايه؟ طب كنتوا تعالوا النهارده اتفرجوا هما بيزوقوها عند الكوافير. طب غيرتي الاسود ليه؟ يعني تروح الفرح كانها راح القرافه؟ طب والورد يا ست ماما؟ ايه؟ اشتريته وانا بشتري للعروسه من نفسي. الله
هو تحقيق معايا بقى ولا ايه؟ الساعة 6 الا 10 هي ايه الحكاية؟ الساعة 6 الا ربع، الساعة 6 الا 10 شككتوني في ساعتي، هو قطر الساعة 6 بيوصل كام يا حماتي؟ هي خفة دمك دي يا ابراهيم اللي بتخلينا عزة. بصراحة أصحاب الفرح هيفوتوا ياخدونا من هنا الساعة 6 والساعة دلوقتي 6 الا 10 أيوه يا ماما، بس كنت أنا وإبراهيم عايزين نكلم أنا حاجة. موافقة موافقة، اللي انتوا عايزينه هعمله. لا في الواقع مش مسألة احنا عايزين ايه، لكن هو ده الصح والاصول يا حماتي، وكل شيء بالمناقشة والاقناع. مناقشة ايه واقناع ايه؟ هو انا هرد لك كلمة يا ابراهيم؟ ده انت تؤمر وتخلصني. لا بس اصل الحكاية ده لسه هيقول لي اصل الحكاية. يا سعاد يا بنتي انتوا عايزين فلوس؟ انا مستعدية. يا نور النبي يا ماما احنا مش جايين عشان خاطر الفلوس، اصل ابراهيم جاي لك اصله محرج من من موضوع فتحي. يا دي فتحي هو ده وقته؟ ماله فتحي؟ لا اصل الحكايه يا حماتي انا هقول لحضرتك، اصل انا عايز اسمع. انا موافقه على كل اللي تقول عليه، صحيح انا مش فاهمه حاجه ابدا لكن اللي تقول عليه ماشي. يعني يا ماما حضرتك موافقه انك تيجي على نفسك شويه؟ هقول اهو وانا وابراهيم نخليه يرجع يقعد. هقول بقول وانا وابراهيم نخليه يرجع يقعد معاكي في البيت تاني؟ نعم نعم الله عليك يا حماتي، ما انا بصراحه بقى ما خلفتش سي فتحي، حضرتك اللي عملتيها. ما هو اسمعوا بقى ما اقول لكم، الناس زمانهم جايين، حكايه الفرح بتاع صاحبتي. معقوله يا ماما فرح صاحبتك اهم من موضوع فتحي؟ يا سلام عليك يا سعاد، مش قادره تستحمل اخوكي لحد بس ما اعرف راسي من رجليا. ايه تعرفي راسك من رجليكي دي بقى يا ماما؟ لا ما انا يا ست الكل الساعه قربت على 6. الظاهر ان الكلام دلوقتي ما عادلوش لازمه. يلا بينا يا سعاد، الساعة بقت 6 يا حماتي. هات الزهرية دي. مع السلامة. إبراهيم الحكاية دي مش مريحاني، يلا نرجع. أيوه عشان المرة دي ترمينا من على السلم، دي كانت بتطردنا عن عينك. طب والعمل يا إبراهيم؟ نماين لغاية ما نشوف الجو. شوفي أنا هفهمك. استنى. الست ام امام دي ليها دخل في الموضوع. لقيت لا مؤاخذه لا مؤاخذه مش تفتح اصل معيش فتاحه كفك نزل. استنى انا ما بهزرش يا مسهل. يا ساتر يا مؤمن ده انا نفس اتحاش. ولا يهمك يا حبيبتي، اللي بيديكي منهم مصروف يقطعه. الجرس يا مؤمن ده لازم العدل يا حبيبتي. الساعه بقت 6 اما اروح افتح له. بس تفوقي بقى وتوضبي نفسك على بال ما اجيلك. مساء الخير يا ست مؤمن. يسعد مساك يا بيه البهوات كلهم، ده النور هل اظن انا جاي في ميعادي بالظبط. وست الحسن في الانتظار. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست الكل. اهلا ساعة البيت. ما شاء الله ما شاء الله، ان الله جميل ويحب الجمال. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا ساعة البيت. وحضرتك واقفه ما يصحش. اصيل يا بيه وطول عمرك تعرف الاصول. اتفضلي اقعدي معانا يا مؤمن، انت مش غريبه. يزيد فضلك انا راح اجيب الشربات. اهلا وسهلا. اهلا بيك السيد المغربي وكيل اداره بوزاره العدل. يا اهلا وسهلا. هي الابنه هنا منين؟ اظن من الناحيه دي. مظبوط كده. اصلي في الواقع رغم مسؤولياتي ومشغولياتي لكني لا اترك فرد ابدا. الحمد لله. ايه ونعم بالله. يا اهلا وسهلا. انا درجه اولى قديم ومرشح لمدير عام، ده غير العلاوات. ما شاء الله، يعني لو كنت في التعليم كان زمانك بقيت ناظر صنايع. شربات يا سيدي البهوان في صحتك. مؤمن على مهلك شوية. ربنا يديم قلبه البهوان. شايف بقى عروستنا مال وجمال. أنا اللي شدني لبقية هانم جمالها والقص الطيب. لما حكايتي المال دي مش أنا الراجل اللي فكر في الحاجات دي. إن جيت للحق يا سيد بيه يغور الملك ومتعب. زمان المرحوم كان هو اللي ماسك لي كل أشغالي.
ومن يومها وانا دايخ. والله يا بهية هانم تشوفي لك وكيل، لكن بالنسبة لنا لو ربنا اكرمنا وحصل نصيب هيحصل. هيحصل من شروطي انك تبعديني خالص عن الموضوع اللي بالشكل ده. استنى بس يا سيد بيه، اصل في حاجة مهمة لسه ما كلمتكش عنها. مش قصدك موضوع الاولاد؟ ام امام قالت لي ان بنت حضرتك متجوزه، يعني مفيش مشكله. وجايز اللي ضايقنا شويه ابن حضرتك، هو المحروس عنده كم سنه؟ حوالي كده بتاع 25 سنه. مش باين عليك، انت لازم تجوزك صغيره قوي 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 يا سيد بيه. بلاش بقى ايه هانم دي سيد بيه، قولي لي سيد بس. حاضر يا سيد، وانا كمان بهيه وبس. ايه بقى يا ست الحاجة المهمة اللي عاوزة تكلميني فيها؟ الولد ابني هو الوحيد اللي مغلبني. هو بيشتغل ولا بيدرس؟ لا بيذاكر طبعا، ومواظب على امتحانات الثانوية العامة وبيعيد الامتحان كل سنة. مالكيش دعوة خالص، انت ولادك ولادي، وابنك لو عاوز يكمل دراسته انا اساعده، ولما لقيناش فايدة فيه هشغله في المعسل. قلت ايه؟ القول قولك يا سيد. خلاص ما تشغليش بالك انت، بس بقى انا عاوز اصرح بموضوع عشان يبقى كلامنا على نور وابقى خلصت ضميري. ايه خير؟ ايه، انا ما رضيتش اجيب لك سيره من اول يوم عشان ما اخسرش احلى واطيب ست في الدنيا. انا مش داخل على غش، انا بصراحه كده، بصراحه انا متجوز. متجوز؟ ايوه، ومش هطلق الست اللي في رقبتي، اسمها نزاكة، لكن ما فيهاش اي نزاكة، قريبتي واهلي جوزوها لي وانا صغير وخلفت منها بنتي اللي انا عايش لها وبس. ايه، ما عندكش فكرة دي انا تعبت مع الست دي، خصوصا بعد ما اصيبت بمرض. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. بصراحة انا وبنتي شاهنين بيها وبنتمنى لها الموت عشان تستريح، لكن انا ما اقدرش اسيبها. ايه خبر يا سيد؟ انا بكل صراحة خطبت كتير قبل منك، لكن كلهم رفضوا الموضوع ده، قلت لهم مع السلامه. انا اروح فين من ضميري لو سبت ست غلبانه زي دي؟ ايه وبنتها اروح فين؟ اصيل يا سيد، ما حدش يغلطك ابدا. الدكتور فهمني ان حياتها على كف عفريت، لكن العفريت ما بيجيش وعلاجها بياكل كل شهر نص مرتبي. ان شاء الله ياكل الالاف، ده انت ربنا هيرزقك علشان وعشان المسكينه لو واحس بنتي دي هتتجنن هي اخرى، واضطرت تسيب المدرسه وتقعد جنب امها. اوعى تسيبهم يا سيد، دي اللي تقول لك سيبهم دي تبقى مش بني ادمه. يا بهيه، انا حاسس بقلبك الطيب وبحنيتك، عشان كده انا مطمن لك. ما كانش لازم اتجوز خالص واعيش لهم واضحي بكل حاجه، لكن الوحده والضيق هم اللي وصلوني للشرب. يا خبر، الله يكون في عونك. اعمل ايه يا بهيه؟ بقيت احط هم في الكاس، والكاس بيوصل الراجل المحروم لغضب ربنا، عشان كده قلت اتجوز. انا تحت امرك يا سيد. يعني صحيح الموضوع ده مش هقف عقبه في طريق سعادتنا؟ بالعكس، ده انت بعد ما حكيت لي حسيت ان انت الراجل اللي الواحده تتكل عليه وتطمن لمستقبلها معاه. شوف كده عروسه، صباح حلو. الله، حلوة قوي ذوقك يا سيد. مفيش حاجة تغلى عليك، شوف لي حاجة أغلى من كده من فضلك. لا لا لا، كفاية كده. يا سلام، بتوفر لي في شبكتك، شوف لنا تشكيلة تانية. والله ما هشوف حاجة ولا هتعجبني حاجة غير دي. الله، إيه حكاية يا سيد؟ هي حكاية صيغة ولا حكاية فلوس؟ هتاكل من إيدك حتة. بقول لك إيه؟ انا دلوقتي هنزل الف وادخل على البيت ايه اخر براء، وانت حلو بقى تدخل الوكاله تشوف ابوك. المره اللي فاتت كانت روحه في مناخيره، ربنا يجعل كلامنا خفف عليه يا ستي. لا خلاص ولا يهمك، ابويا بعد ما رنني 30 علقه حاميه وبعد ما رفضت له 3 عرسان خلاص اتاكد ان انا يستحيل يستحيل اتجوز واحد غيره. يعني بالعربي عارف قد ايه انت غبيه وحماره كمان عشان بحب واحد زيك. الله الله الله، لكن اعمل ايه؟ خلاص كلمه وديتها، عايزني ايه؟ اطلع مش راجل؟ سلام يلا. سلام يا جميل، حلو.
ولقيت المحل اللي هتفتحه بوتيك؟ لقيت الحق يا عم لسه، بس في ناس حبايبي كده زي حضرتك مديني كلمة دعواتك يا حاج. اشمعنى يعني حكاية البوتيك دي اللي انت مصمم عليها؟ كاري ومهنتي لمؤاخذة. كارك يو لمؤاخذة بقى، كار اللي ملاش كار. راس يا معلم. عال قول للرجالة شاونوها. شوف يا فتحي، كلامك اوامر يا عم. ابوك كان من اعز اصحابي الله يرحمه، شامم ريحته في نفسك يا عم. ربنا يديكم طول عمر يا رب. فكيها بنتي دي هي اللي طلعت بيها من الدنيا. ما طلعتش بيدك فاضي يا عم، لا مؤاخذة، نعمل الاصل والاخلاق. يا واد افهمني بقى وبلاش الالباندا بتاعتك دي. ابن الحرام مش هو بس اللي امه غلطت فيه، العيل كمان اللي بيدخل جوفه لقمه حرام بيطلع راخر ابن حرام. ربنا يكفينا شر الحرام. الكلمه دي بقى هي مهر بنتي. نعم. انا يوم ما ادي بنت الواحد ما اطلبش منه غير الكلمه دي، يكفيها ويكفي ولادها شر اللقمه الحرام. انا ما اتمناش اكتر من كده. وانا وعدك يا عم. لا وعد بالكلام كده مينفعش. ده تؤمر بيه. سيبك من شغل التهريب والثلاث ورقات بتاعك ده وتيجي تشتغل معايا هنا. اشتغل معاك هنا ايه يا مؤاخذة؟ هتمسك لي الحسابات مؤقتا، وشوية شوية هتفهم العملية، همسكك شغل الوكالة كله. قلت ايه؟ والله يا عم يعني ايه؟ هي 100 جنيه في الشهر سليم؟ 10 برايز يعني؟ 10 برايز حلال؟ جرب الحلال يا ابني وشوف البركة فيه تسوى ايه؟ على العموم مش مشكل يعني، ماشي الكلام. بس بقى الشغل هنا في الوكالة وبس، مفيش تنطيط، لا تقول لي لا بورسعيد ولا المطار ولا الكلام الفاضي بتاعك ده. موافق. امتى بقى نكتب الكتاب؟ هات والدتك وتعالوا تعشوا معانا بكره. بس اصل والدتي يعني الاصول انها فاتح، على الاقل اطمن انها راضيه عن الجوازه ورتب معاها المسائل. ده انت لو عوزت ابويا نفسه هجيبه لك من تربطه. ماشي الكلام، الليله الجايه هنتعشى عندكم. سلام يا عم. ابويا قال لك ايه؟ تعالي بس نبعد عن الناس لا يشوفونا. يا اخويا اللي شافنا عينه تتخلق. المهم ابويا قال لك ايه؟ قعدت تقولي لي قابله ده احنا قابلناه. يا خرابي انا خلاص رفضت. ابوك عازمنا انا وامي بكره عندكم على العشاء. يعني ايه وانا؟ ابوك يوافق يا فاكيها. اعدلوني على القبله. ابراهيم انا بقول نروح بقى وخلاص. لا ما نروحش. ايوه عندك حق فعلا ما نروحش. طبعا ما نروحش. ايوه ما نروحش. طب ايه رايك هتيجي نروح؟ نروح؟ نروح انا بقول برضو كده نروح. أيوة. والله ما انا عارفه نروح ولا ما نروحش. بصراحه ماما دي عليها حاجات. ولا تتجوز ده بس. ما هو انا ده مين ده كمان؟ شوفي مين. طيب روح. لا ما نروحش. شغل سعاد. فتحي الحمد لله يا اخويا انك جيت في وقتك يا اخويا، احنا مش عارفين كنا هنلاقيك ازاي. استني الاول يا سعاد، مصالح ابراهيم. انا ابو خليل بعترف لك بغلطه الليله اياها. خد راسك اهي. راسي انت كمان وانا عارف راسي بالرجلي. ايه مالكوا في ايه؟ في ايه؟ الخبر اللي وصلنا. انت عرفته؟ ايوه يا سيدي، وهي لقيت لنا بنفسها بالتليفون. طب ايه رايكم؟ ايه رايك انت؟ ودي عايزه سؤال؟ ده انا جاي اخدكم معايا عشان نروح نتمم الموضوع. يعني انت موافق يا فتحي؟ يعني انت موافق يا فتحي؟ خص عليك يا سعاد، ده النهارده اسعد يوم في حياتي. وانا اللي كنت فاكر جاي تقلبها ضلمه؟ تم بلبعين ايه؟ حد يضلم فرحه؟ وكمان بيسميه فرحك؟ مفرق مره امي. ايوه فرح امك. طبعا مهما يحصل بيني وبين امي يا ابراهيم لازم تفرح. يلا نروح لها. يعني انت هتروح يا فتحي وعايزنا احنا كمان نروح لها؟ طبعا عشان ناخدها ونروح نخطب فاكيها. فاكيها؟ امك دخلتها الليله يا اخ. عارف يعني ايه دخلتها الليله؟ امي انت بتتكلم جد؟ ايوه الحقوا يا ابراهيم الحقوا. طيب هلحقوا. اتفضل امضي يا عريس. اتفضلي يا ست العرايس امضي. يعني بتحطنا بقى في جلاجل. الحق يا ابراهيم الحق. يا ابني الحاج
انت مأذون؟ ايوه كتبت. والحمد لله. ازاي تكتب من غير بعض؟ انا اربع بعض معاكم. ايه على فكره وده ماله ده؟ معلش يا مولانا، اصله خد زومبا كبيره قوي. مع السلامه. ايوه هلحقه بقى. هعمل ايه؟ اعمل معروف يا سيد، ما تتعرضلوش انت، سيبني انا هتصرف معاه. ما تخافيش، انا هتعرف عليه بهدوء، ده زي ابني. ابوس رجلك، خليك ما تطلعش برا دلوقتي، انا هروح اشوف وخلي الليله دي تعدي على خير. يا ابو فتحي انت عاوز ايه يا فتحي؟ اتجوزت يا ام فتحي؟ حطيت احمر في شفايفك يا ام فتحي. يعني ايه يا حماد؟ محدش يدخل هنا مطرح ابويا، فاهمه؟ يا ابني انا اوعدك اني سؤال يا سعيد. ايه يا حبيبي كده؟ غير كده؟ هو ده المحروس ابنك؟ سيد؟ سيد المغربي؟ بينهلهم يعرفوا بعض. طب بركة، لو اتطربقت السماء على الأرض ومفيش غير الراجل ده عشان يتجوزك، أنا همنعك، همنعك بالقوة. أنا ما بهددش يا سيد. سيد يا طلعي ويسد في حالنا، يا هاخدك وتتوكلي على الله من هنا. أنت بتطردني؟ ده بيت أبويا يا أمة. يا ابني أنا استحملتك كتير عشان باغي على ست والدتك، إيه اللي يريحك؟ غور من خلقتي. طبيعي طبيعي، أنا كنت حاجز وتي انا وست والدتك. يلا بينا بهي، يلا. معلش معلش، سيبه والله، سيبه يخلع، الشقة اهم. اخيرا بين لوحدنا. لسه برضو اللي حصل مقصر فيكي؟ لا 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 لا، هنا في وكيل شهر العسل ممنوع الدموع خالص، حتى ولو كانت لولا. مشكلتك دي تافهه وهتتحل مع الوقت، ما تخليهاش تعكن علينا في ليله دخلتنا. اهو كده، برافو عليك. وريني بقى الابتسامه اللي زي العسل. اهو كده القمر والا فشل. واحنا فاضلين قد ايه في الدنيا غير كام سنه نعيشهم في عز وفرفشه؟ انسي مشاكلك في ليله مفترقه زي دي، زي ما نسيت انا مشاكلي وخلينا نعيش. يا لهوي. لا 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 سيد، ما تخافيش يا اخي، دي ازازه الازازه. اشربي شربانيه كاسين من دولة وهتدعي لي لله دي. اشربي. السيد المغربي اتجوز تاني. تاني؟ قصدك عاشر. طب مش تقولوا يا جماعه علشان نبارك. الف مبروك يا ابو فتوح، الف مبروك يا سيدي. امال امك يا اخويا؟ وعلى كده بقى امه حلوه ولا شحنتها زيه كده؟ دي لو طلعت زيه تبقى سيد دي خناقله معتبر. مسحت امه. عليها يا رجاله. سيد، انت فين يا سيد؟ صباحيا مبارك يا عروسة. يسعد صباحك. قولي يسعد مساك، ده احنا بقينا العصر حلو. ما انت اللي ما خلتناش ننام طول الليل. طب قولي بقى ناكل لقمة عشان الواحد يعرف يصلب طوله. فتحي يا فتحي، افتح يا فتحي يا سعاد. يكونش خرج تاني يا خاله ام احمد؟ لا يا بنتي، موجود جوه، ده من ساعه الرجاله ما جابوه في وش الفجر وهو سكران ومدهول يا كبد امه، ما خرج من الشقه ولا عتب بابها. حبيبي يا اخويا، لا يكون عمل في روحه حاجه. يا اختي يا اختي، الش...
الشر بره وبعيد. ما تقوليش كده لمصطفى في منبرك. معقوله كل ده ومش سامح؟ انا هروح اجيب ابراهيم وابلغ البوليس. فتحي الحمد لله يا اخويا انك بخير. كده يا ابني كده تحضين عليك. اللي جابك يا سعاد؟ ايه اللي جابها ده؟ ايه جايه تشوفك وتطمن عليك، فيها ايه دي؟ انا كويس، روحي شوفي بيتك. ايه وفيها ايه بس يا ابني لما تخش الجلسه؟ انت مال اهلك؟ تعالي. مالك يا اخويا؟ مالك يا فتحي؟ طمني يا حبيبي على اختك حبيبتك، قولي ايه اللي جرالك؟ انت اتخانقت تاني ولا ايه؟ ما تقولي يا اخويا طمني. اصل باين عليك اتضربت، وضربت علقه جامده قوي. مش اكتر من العلقه اللي اكلتها من امك وخلت سيرتنا على لسان اليس واللي ما سواش. خسرتك عبد الظاهر، تيجي تشوفي اللي حصل لنا. ما انا كنت بتكلم مع ابراهيم جوزي الصبح في الحكايه دي. وبصراحه بقى ابراهيم جوزي قال لي كلمتين عين العقل، بيقول يعني المشكله مش انها اتجوزت، ده كل شيء اسمه ونصيب. امال ايه المشكله؟ الخوف ان الراجل اللي اتجوزته ده يطلع قلعبان، يعني ياخد اللي وراها واللي قدامها، واحنا ناخد بومبا، يعني نطلع من المولد بلا حمص. انت بنت، انت عبيطه. مولد وحمص ايه؟ انا مالي يا اخويا، ده ابراهيم جوزي هو اللي بيقول، هو انا اللي قلت. طب غوري بقى انت ابراهيم جوزك. غور كده يا فتحي. طيب اغور خير انت من شغل الدلع. انا الحق عليا، ده لاختك حبيبتك مالناش الا بعض. لكن معلش. طيب يا فتحي اتفضل من هنا. من هنا يا ست الكل. ميرسي. خبر طبق اللحمه ب 12 جنيه ليه؟ هو كيلو بكام في الجمعيه؟ راحت لنا اتنين لحمه وشويه خضار وشويه رز وسلطات، وقبل ده كله ازازتين بيره سقيمه. بس كده الحساب يبقى كتير قوي. فلوس الدنيا ما تغلاش عليك يا حلوه، خلينا نتبحبح ونعيش. ما تحرمش منك ابدا. الساعه 10 ونص، مش معقول هيجوا بعد كده. بصراحة يا بابا أنا متوغوش أوي. متوغوش أوي؟ الحق عليا أنا اللي مشيت ورا كلام العيال. رايح فين بس يا بابا؟ هقعد على القهوة، أما إيه العيج المحروس ابعتهولي على هناك. ده لو جه بدري يا فتحي. فكيه انا لكن بركه انك لسه بايديك ورجليك يا حبيبي. اوه فكيه يا فكيه يا امين. الاتفاق كان ان افوت على امي اجيبها واجي لكم، صح؟ كان ممكن تيجي لوحدك وتعتذر. اجي لابوك اقول له ايه؟ سوري امي جالها العدل. ما تحطش حكايه امك دي شماعه تعلق عليها سخافتك. سخافتي؟ طبعا، لاني ما صدقت ان ابويا وافق على جواز. تيجي انت وتبوظ كل حاجه. لا فكيه انا عايزك تحس بيا يا اخي. حس بيا انت. انا منظري ايه دلوقتي قدام ابويا؟ منظرك قدام ابوكي ولا منظر انا قدام الناس كلها؟ ماله بقى منظرك؟ ما انتش اول واحد امه تتجوز بعد ابوه مات. انت عارفه اتجوزت مين؟ وانت مالك يا اخي؟ ما تتجوز اللي هي عايزاه. هو انت واثق عليها؟ اتجوزت راجل بتاع ثلاث وفاة. وانت مالك؟ مانعني ايه؟ انت خايف عليها ولا خايف على فلوسها؟ فتحي ما تضحكش على روحك، انت كنت باني امل كبير قوي على فلوس امك، والامل ده ضاع. ما انتش عاوز تعتمد على نفسك خالص. مش صحيح. خلاص سيبها بقى تشوف مصلحتها. مصلحتها؟ ايوه، زي ما انت بتدور على مصلحتك واختك بتدور على مصلحتها، سيبوها هي كمان تشوف بختها. بقولك راجل نصاب، انا عارفه كويس. قلت لها؟ هو انا لحقت؟ خلاص سيبها بقى هي وبختها، مالكش دعوه بيها. شوف انت كمان مصلحتك. الا اذا كنت بقى مستحلي الرقده وهتقعد لي على حس الحكايه دي سنتين ثلاثه، لويلي بوزك وعملها لي دراما. Oh,
السلام عليكم عم فهم. نعم، ايه اللي جابك؟ عم فهم انا مش عم حد، وانا ما شرفنيش كمان احط ايدي في ايد واحد زيك. انا عارف انك زعلان. مفيش حاجة بيني وبينك تزعلني ولا تفرحني. اتفضل اتكل على الله. مش تعرف الاول انا جاي لك ليه؟ انا ما عنديش بنات للجواز. وانا مش جاي لك عشان اتجوز، انا جاي اخد مشورتك وعاوزك تفتح لي صدرك. بتهيألي من حق العيش والملح اللي بينك وبين ابويا. ابوك وش وصلك انت للمرحوم ابوك؟ ابوك كان يعرف قيمة كلمته. كل واحد وله ظروفه. قول اللي عندك وخلصني. انت مش عرضت عليا ان اشتغل عندك؟ الكلام ده لما كنت هتديني بنت. لما كنت مخموم فيك، لما كنت فاكرك بني ادم. بلاش نقلف اللي فات يا عم فهمي، ومصيرك هتعرف الظروف. عم فهمي انا محتاج اكون جنبك. سيبك من مسألة فكيها، خليها على جنب. ما تفتكرش يا عم فهمي ان انا عاجز ان انا اقدر اكسب. انا ممكن اكسب من بره اكتر من اللي انت هتدهوني 20 مرة. انا بقى ما احبش اللف والدوران. اسر الكلام، انت عاوز تقول ايه؟ محتاج لك، محتاج قوتك يا عم فهمي، محتاج صدرك احط عليه راسي واعيط من غير ما ابقى مكسوف، محتاج ايدك تنزل على وشي لما اكون غلطان. محتاج لك يا عم فهمي. عايز تقبلني كنبه، مش عايز ذنب في رقبتك. وانا ايه بقى اللي يضمن لي بقى انك انت ما بتمثلش عليا ولا بتعمل عليا ملعوب؟ مستعد احلف لك بالمصحف والايام هتثبت لك حسن نيتي. بس يعني عايزك تعلمني اكسب قرش حلال يا عم فهمي. اعمل معروف، وانا وعدك ان اكون ابنك اللي ما قسملكش ربنا ان يجوا من صلبك. قلت ايه يا عم فهمي؟ ده كان احلى اسبوع قضيته في حياتي. وانت لسه شفت حاجه؟ ده احنا حياتنا كلها هتبقى ايه ده؟ ايه المفتاح مش عايز يفتح. وريني وريني وريني. الله، انت متاكده ان هو ده المفتاح؟ طبعا متاكده. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مبروك يا عريس، تغلبها بالمال وهي تغلبك بالعيال. متشكرين يا ستي يا طيبة يا أميرة. المفتاح يا أختي مش راضي يفتح. ويفتح إزاي يا حبيبتي؟ ابنك بسلامته جه وغير الكالون. إيه؟ غير الكالون؟ أيوة يا سعادة البي، جاب نجار غيره. اخص عليه وعلى عمايله، وهو راح فين دلوقتي؟ راح فين؟ يا حبيبتي ما تتعبيش نفسك. بقول لك إيه؟ ده بخرج من صباحية ربنا ما يجيش إلا بعد العشاء. بقول ايه، ما تتفضلوا تشربوا عندي شاي على بال ما يجي. لا ملوش لزوم يا ست الحاجه، ملوش لزوم. امال هنروح فين؟ تعالي تعالي يا هاني، ولا تزعلي نفسك. البيت ده انا واخده علشان الضيوف وعشان راحتي. ايه رايك بقى؟ ده انا معاك اعيش في عيش صفيح يا سيد، لكن برضه ما لكنش ولا حاجه. خلي الواد هناك لغايه ما تهدى اعصابه، واحنا بقى نقعد هنا نشوف راحتنا ونبعد عن دوشه الدماغ. امرك يا سيد، لكن برضه مش هسكت للواد ده ابدا، وكمان سعاد هشوف لي صرفه معاها هي وجوزها ابراهيم. ده بعدين بعدين، المهم دلوقتي نشوف البيت، اذا كان ناقصه حاجه انزل اجيبها لك على طول. ربنا يخليك ليا، هو حلو كده بيك. طيب عن اذنك هوصل مشوار صغير، عقبال ما تفضي الشنط وتستريحي اروح وارجع لك على طول. على فين؟ يعني قصدي بعد اذنك، يعني اذا ما كانش يضايقك اروح بس اطمن على البيت التاني شويه. اظن ما فيهاش حاجه دي. طول عمرك اهلي واجب يا سيد. يا سلام يا ستي يا طيبه يا اميره، عن اذنك هوصل بسرعه وارجع لك على طول. بألف سلام يا اخويا. البيت بيتك، خد راحتك على كيفك. على مهلك يا سيد. Thank you.
السلام عليكم. بابا وحشتني قوي يا بابا. انت الوحشاني قوي يا لوحش. مزاجك نزنز. الحمد لله على السلامة يا عريس. عريس ايه بقى ده؟ انا هنزل خدت مقلب. يا بابا طلعت مفلسة؟ لا عندها فلوس وعمارات واطيان. امال بتقول خدت مقلب ليه؟ وقعت قلبي. ما فلسها كمال ملهاش رصيد خالص. جرايا يا عرب، هو اكله بحلاقة ولا كان نفسك تطلع حلوة؟ على الاقل عشان الشغل يحلو. السلام عليكم يا بتوه. اهلا يا حاج. الفلوس يا حاج، وادي كشف حساب، رجعهم بقى بنفسك وطمني. معقول؟ معقول اراجع عليك انت يا فتحي؟ لا لا لم بيغلط يا عم، الاحتراس واجب برضه. جميل الله لا تراجع. طيب سيبهم لي هنا وانا بقى راجعهم بعدين. طيب تروح فين؟ ابدا. طيب ما تيجي معايا البيت ناكل لقمه سوا. لا معلش، عارفين انه بعيد اصل. وبعدين معاك يا فتحي، انت مش عاوز تخلي البساط احمدي؟ العمليه في بيتها يا حاج، بس انا موعد البنت اخت افوت عليها. سلم لي عليها بالفتوح. تعيش يا حاج. السلام عليكم. السلام. حيرتني يا فتحي، يا انت اتعدلت واتصلب عودك فجاه باراده ربنا، يا بتلعب عليا لعبه كبيره قوي. ربنا يهدي كل من كان. مساء الخير يا فكيه. يسعد مساك يا بابا، اتاخرت ليه؟ ولا اتاخرت ولا حاجه، يا دوبك على ما قفلت الحساب مع سي فتحي وتاني جاي على هنا على طول. الله، ايه مالك مش على بعضك ليه؟ ابدا يا بابا سلامتك. يا بنت الارندالي، عليا انا؟ ما تسالي السؤال اللي واقف في زورك بدل روحك ما تطلع. مش حكايه سؤال ولا حاجه، اصل انت يعني كنت قلت لي ان قلت لك ان انا هجيب فتحي عشان يتعشى معانا، لكن اعمل ايه؟ اعتذر، قال انه رايح يزور اخته، اجرجره واجيبه هنا غصب عنه؟ الله، هي بنت مالك قلقانك ده ليه؟ بصراحة بقى يا بابا، أنا قلبي متوغوش قوي من حكاية فتحي ده. نعم متوغوش؟ يعني إيه؟ وضحيلي. منين صمم يشتغل عندك؟ ومنين مطنش موضوعنا ومش راضي يفتحك فيه بالمرة؟ والله يا بنتي علمي علمك، إنما الحقيقة بقى بتاعت ربنا، الواد ده من يوم ما دخل عندي في الوكالة وهو أدم وساعد قوي وبتاع شغل، ما هواش لعبي. إنما إيه بقى اللي في دماغه من ناحيتك؟ الله أعلم. خايف يا بابا، خايفة تكون حكاية جواز أمه دي عقدته من جواز خالص. سرحان في إيه يا توحة؟ أنت فين يا راجل من زمان؟ ده أنا افتكرتك زعلان مننا. كاست ليز يا توصل. دوبلي يا توصل. دوبلي يا توصل. قدها وقدود يا توح. هو ما بيجيش. مين؟ يا فندم. قصدك سيد بيه؟ ده انا لسه كنت هسألك عنه. انا ما اقصدش ابدا، ما اقصدش اضايقك خالص. بيشتغل ايه يا ليه؟ مين سيد بيه؟ بيشتغل موظف كبير قوي قوي في وزاره العدل. بيشتغل يا ليز؟ ما انا بابا بقول لك اهو. افتكرت هو كمان بيشتغل اعمال حره بعد الظهر. ايه؟ اي رقبتي؟ اي لحد كده وما اعرفش حاجه ابدا. ليز انت عارفه ان الموضوع ده يهمني. ما انت عارف يا توحه ان دي اسرار زباين وانا ما اقدرش ابوح بيها. اشتغل يا ليز. اسأل بره واللي يسأل ما يتوهش يا توح. اشتغل ايه؟ انا مساعدة ادفع لك. عيب يا توح، انا لو كنت اعرف انك كده وما كنتش جيت اعد معاك، ثم انا ما باخدش فلوس من حد. اوي اوي اوي. كلام ولا يغور الكلام؟ انت دلوقتي في الفرقة. ما زادك
صحة الغربة. ما تقوم تروس معايا ولا انت مش في الفورمة؟ عيب ده انا لعيب. ما شاء الله، اللهم صلي على النبي يا عبد، احفظي ما عليكي، ما الحف عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. امال فين بسلامته العريس؟ السيد خرج. اتفضلي يا ام امام. اهلا وسهلا، اتفضلي استريحي. خرج؟ هي دي برضو اصول يخرج ويسيب القمر؟ يا وليه بطلي البكش بتاعك ده بقى. راح فين بسلامته؟ تلاقيه راح البيت التاني. الله، طب ما هو واجب برضه يروح يطمن عليهم. قطعت هي وبنتها ناس هم واشتفاق. لو انت تعرفيهم يا ام امام. ايه اللي اعرفهم؟ لا انا فضلت ازن على ودانك ليه لحد ما اتجوزتيه الا من غيظي من الوليه وش الفقر دي. طب احكي لي بقى، مراته والعياذ بالله عيانه بايه؟ جوزها سايب لها عماره انا حانحها انها تبيعها، وحته عربيه مهكعه كده استولى عليها الواد ابنها، واد شودر وخريج سجون وابن كلب كمان. يعني العمليه مصفصفه على حاجه ما عليهاش القيمه. لا، ما انا سمعت ان عندها قرشين في البنك يطلعوا كده يجي 10 باكو، وعندها شويه طين في البلد. حلوين دول. ادعي لنا بقى دعواتك الحلوه دي عشان ما تاخدش في ايدينا وقت، هكملوا لي ارمه وبخيله وهتموت على الدنيا. شوف لنا سجاره ثانيه. عيب يا ريس، نزاجة دايما في الفورمة. ابو سيد، ابو سيد، اه يا خسرت الفورمه. ايه الو، يا صباح الهنا على عيونك. انا كويسه الحمد لله. المهم انت. ربنا عالم باللي انا فيه. الست دي هتجيب لي ذبحه طول النهار والليل، نكد نكد نكد. يا ريتني يا ستي ما رحت لها. لا لا، انا بكلمك دلوقتي من الديوان، اصلي رجعت من الاجازه لقيت الشغل متلتل متلتل فوق نافوخي. لا لا، اما اجي احكي لك على كل حاجه. اخلص الشغل اللي في ايدي واجيلك. لا انا مش هغيب، مش هغيب. على الاقل من مهلك يا سيد، خد راحتك خالص. حاضر، من عيني. حاضر، انا هستناك. طيب طيب، يلا بتخبط. هو ايه ده؟ مفيش صبر، معرفش حد على الباب. طبعا اذنك يا سيد. مع ألف سلامة يا أخوي. طيب طيب، هو إيه أصله ده؟ أنت اللي عملتي فينا كل ده؟ نعم، مش الست بهية؟ مرات بابا. يا حبيبتي يا بنتي، ما هو أنت يا أختي. أنت مالك زعلانة ليه؟ أنت السبب. أنا؟ طبعًا، مش أنت اللي مسلطاه؟ أنا سلطته على إيه؟ على العمايل اللي عملها إمبارح في ماما العيانة. هي صحيح عصبيه وهما دايما بيتخانقوا، لكن انتي برضه اللي قسيتي قلبه علينا. بابا عمره في حياته ما كان وحش كده. انا والله يا بنتي ما اعرف حاجه، ده انا بالعكس يا حبيبتي. طبعا، ما هو خلاص بقى اتجوزك واستغنى. هي معقوله بابا ينزل الصبح من البيت من غير ما يسيب ولا مليم، لا فلوس للاكل ولا الدواء، وماما بتتلوى في سريرها من الوجع؟ يا خبر. على العموم انا مش جايه اقول لك عشان حاجه، انا بس حبيت افهمك انتي عملتي فينا ايه. شوفي حبيبتي، ما تظلمينيش ولا تظلمي باباكي. مش يمكن مامتك هي اللي كانت عصبيه معاه شويه، ولا جايز بابا يعني كان جيبه فاضي ما فيهوش فلوس كفايه؟ بابا عمره في حياته ما قال لنا انه ما معهوش فلوس، الا اذا كنت انت بقى اللي ضيعتي فلوسه. يا بنتي ما تظلمنيش. على كل حال انا هخش اجيب لك مبلغ صغير كده. لا يا حبيبتي، كله من خير ابوكي، خديهم دلوقتي فكي بيهم الضيقه. حاجه غريبه قوي، انت باين عليكي طيبه. ده انا زي مامتك يا حبيبتي، دقيقه واحده اجيب لك الفلوس.
طب بس اعملي معروف يا طنط. نعم يا اختي. عايزه حاجه تاني؟ لا بس ما تجيبي سيره لبابا، احسن ده لو عرف يموتني. حلاوتك يا وسيد، الوليه ابتدت تخر. ايه رايك في افكاري بقى؟ ما كانش لك حق تدخلي البنت في موضوع زي ده خالص. بس الحقيقه بابا باين عليها طيبه قوي. اخرس يا بنت. قول لي بقى انت ناوي تعمل ايه؟ ما دام نجحت في الامتحان نبقى ندخلها سنه تانية. انت تكلميني في التليفون الساعه 12 بالليل. تعالي يا شيخ تعالي. يا سلام عليك يا سيدي. هو انت تشرح منك يا بدر؟ ده وقته ده. انا مش مدي النبع لحد ابدا الا الحاجات الخطيره. تعالي بس تعالي. طب رد بس على التليفون. حاضر. الو الو، انا الفورمه. عندك الحرمه؟ بتقولي يا عبد السميع؟ المخزن بتاع المصنع اتحرق؟ ايه كله؟ وانتوا كنتوا فين؟ المطافي كانت فين؟ انتوا نايمين؟ في ايه؟ نهار اسود. طمني. انا كنت عملت ايه يا ربي؟ ده انا عمري ما اذيت حد ولا ضحكت على حد. اه يا قلبي اه. بسم الله عليك. يا قلبي اه. سلامتك. اه يا هاني اه. الشر عليك. اه يا هاني اه. للخساره مش اقل من 5000 جنيه. فداك اي حاجه، فداك المهم انت يا اخوي. البضاعة كلها راحت اللي في المخزن. اه يا قلبي اه يا قلبي. اسم الله عليك. خد نفسك كده واهدى. اهم حاجة انت يا سيدي اللي جاي. في 60 داهية ب 5000 جنيه. اه يا قلبي اه. لو سمحت من فضلك. عايز اسحب مبلغ من حسابي. اديني على ظهر الشيخ. اهلا اهلا يا حماتي، ده البنك نور. متشكرة قوي. اي خدمة. انت بتعملي ايه هنا؟ انا كنت جاي اودع مبلغ في حسابي. الله، طب ما جيتيليش ليه زي كل مرة؟ ما كنتش عايز اعطلك. لا تعطليني ايه؟ ده اسمه كلام يا حماتي، انت عارفة ان انا رئيس القسم هنا. هتودعي كام؟ لازم سيد بيه بقى الدك ايه؟ معلش مرة تانية، اصل عندي مشوار وخايفة اتأخر عليك. لا ده انا مش هعطلك اكتر من دقيقة واحدة. نفديك الساعة لما الرصيد يزيد يا حماتي. أصل أنت فهمت غلط. أنا جاي أسحب فلوس. إيه؟ أول مرة تعمليها من كذا سنة يا حماتي. معلش، أصل عندي شوية مصاريف. تحت أمرك. كام يا حماتي؟ 5. 5 جنيه بحالهم؟ 5000 جنيه. نعم، ده تقريبا نص رصيدك في البنك يا حماتي. طب ليه؟ هي غرامه وجدل. ما انت عارف ان عماره السكاكين قايله للسقوط، حديهم للمقاول عشان يصلحها. عماره السكاكين تتصلح ب 5000 جنيه؟ اهي المحافظه بقى هي اللي قدرت كده، والفلوس لازم تدفع النهارده. انت هتكدبني ولا هتحاسبني؟ يا دي ولادي، مالك وانت حره فيه؟ تسلم لي وانت جايب لي البواكي. بس ما تقوليش جايب لي الفلوس دي، هتتشال وايدك ما تتمدش عليها. ليه بقى؟ مفيش خلو رجل؟ في هديك هيتنفذي طلباتك على خفيف، انما التقال دي هتشال البيت عشان مستقبل البيت. ماشي يا عرب. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تطنيش الليله دي. الله، انت بتغير يا نظنظ ولا ايه؟ فاشر، انا غير من واحده زي دي؟ ده انا فورما. اموت في الفورما. الو. ايوه يا بهي. ايوه ايوه، شيل يا ابني الخشب المحروق ده وخد معاك 5 رجال. ايوه بهي، اصل انا بكلمك من المصنع، قصدي اللي كان مصنع. الدنيا هنا مقلوبه على بعضها خالص يا بهي. ايوه، العربيه النقل اللي شايله المكنه الجديد يا ابني، روح يا عويس معاهم اعمل معروف قبل ما اروح اتمم اقوالي في محضر البوليس. ربنا يكون في عونك. الظهر الدنيا مقلوبه عندك. نعم، يعني هتتأخر قد ايه؟ يوم ولا اتنين؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. خد بالك من نفسك يا سيد، ربنا معاك. مع الف سلامه يا اخوي. بقول لك لسه جايين من عند المقاول دلوقتي حالا، واحلف لنا انه لا شافها ولا خدش منها مليم احمر. ايه؟ هما سحبت المبلغ ده كله ليه؟ طبعا
عشان سبع البرومبه. انا مش قلت لكم ان النصاب هيقشطها؟ وهنفضل بقى واقفين كده نتفرج لغايه لما سعاده البيه هو بقى يبقى. انا هقطع خبره من الدنيا. لا لا يا فتحي ما توديش نفسك في شربه ميه. يا جماعه المساله دي لازم ما تتحلش بالعنف. ده راجل اسالوني انا عنه ما ينفعش معاه غير ضرب النار. ايه يا لهوي ضرب نار؟ طب بس استنوا بالهدوء خلوني اعرف افكر واحل الموضوع ده. بس احنا نروح لحماتي ونكلمها بهدوء. انت مش اديتك العنوان؟ ايوه معايا جوه اجيبه. ايه بسرعه. طيب ايه رايك في الحل ده والفتوح؟ اهم شيء الهدوء. اخرس قطع لسانك قليل الحياه. ياما بقولك حرامي انا متاكد من اللي بقوله لك. سرق منك ايه بقى السيد؟ مسرقك انت هيمسح كل اللي حالتك. انا راضيه. انت ايه اللي مزعلك بقى؟ الاخ فتحي يا حماتي بيتكلم من دفع الحرص لا اكثر. لا انا بقى عيله بلعت في الحاره. وبعدين انت ما كانش مفروض ابدا ان انت توقع بيني وبين ولادي. عيب كده يا ابراهيم. انت بس صغير على كده يا ابراهيم. انا يا حماتي امال ما جوش يزوروني ليه هنا اهو الا بعد انت ما شفتني في البنك. لا يا حماتي اسحبي الاهانه دي على الاخمل ابدا. يا اخويا بلغه فارغه بقى. وبعدين احب اقول لكم لو كنتوا طمعانين انكم تورثوني على حياه عيني لا شيلوا الفكره دي من دماغكم خالص. محدش هيشوف مني مليم احمر من غير رضايا. ياما صح انا كنت الاول عاوزك تساعديني انما الحمد لله. والله العظيم ياما ما انا محتاج من فلوسك اي حاجه والمصحف الشريف ما انا عايز. امال عايز ايه؟ عايز ما حدش يضحك عليك ويستغلك. مش شغلك. اما تلقيني جيت قلت لك الحقني يا سبع البرومبه ابقى سيبنا هاتي. مظبوط كده بقى عايز حاجه؟ عجبك الهدوء ده يا سي ابراهيم؟ طيب الحقوا يا ابراهيم. انا غلطان يا الحقوا الحقوا يا فتحي يا فتحي ماسكه في ايه؟ وناوي تتغدى معانا ولا معاها؟ لا معاكم ولا معاها. اصل في موضوع كده برتب له. موضوع؟ ما تخافيش مش جوازه ده بيزنس. نعم يا اخويا. ايوه شغلانه برتب لها. لو ضربت معانا هنكسب منها قرشين كويسين. سيد اوعى تكون ناوي توسع شغلك. ما تخافيش انت مش مصدقاني ليه؟ انا عمرك زدت عليكي. اديكي جبت السيره. الو مين؟ لولو؟ لا ما عندناش حد بالاسم ده. النمرة غلط. استنى. لا واحد بيسأل على لولو. أصل أنا بصراحة أنا ما لحقتش أفتحك. تفتحيني؟ تفتحيني في إيه؟ أصل البت جاي لها عريس. بت مين اللي جاي لها عريس؟ لواحظ حبيبتي لولو. لولو؟ لواحظ؟ يا نهار أبوك أسود. كان يا فندم انت كان طالب لواحظ. استنى بس لما استنى. ايه بس بتسخفوني في غيابي عشان كده الشبان بيطلبوا لواحظ؟ بنت لواحظ استنى بس لما اشرح لك الموضوع. ايوه بابا. خش يا بنت انت على اوضتك دلوقتي. حاضر. انت جرى لك ايه؟ جرى لي؟ اوعى انا اللي هتكلم. لا بقى انا اللي هرد على التليفون. اسكت بقى. الو اهلا يا مدحت. مدحت مش بس بقى امال لولو نايمه يا حبيبي. هتصحى بعد ساعة. أول ما تصحى هخليها تكلمك. تكلم مين يا مجنونة؟ يا راجل اوعي هات التليفون. ايوه اوعي هات التليفون. اسمع اسمع يا جدع أنت. تاني مرة هتتكلم في التليفون أنا هجيبك من قفاك حتى لو كنت في المريخ. يا أخويا عمك عمل تبر. اوعى تتكلم هنا تاني. اتفضلي. وادي التليفون مفيش تليفون. إيه اللي بتعمله ده يا سيد؟ هقول لكم مش وش نعمة خالص. ارتحت بقى؟ قعدت في راحة. حتة البت اللي طلعت بيها من الدنيا. اللي بشع الشاه ده كله علشانها عاوزه تفسدي اخلاقها. اه اللي شتمته ده ابوه مستشار. لما يكون ابني بارم تيلو كمان اللي يبص البنت بطرف عينه اخزقنا عليه اتنين. لما يكون هو ابن مين كمان؟ لاحظ انت لاحظ. مش رجلك يا بابا انا ما عملتش حاجه. اسمعي يا بنت انت لو رجلك خطت بره عتبه الشعه من غير امري انا هكسرها لك. مفهوم ولا لا؟ حاضر يا بابا. لو سمعت انك انت مالك يا سيد على الصبح في ايه؟ نزاجه ما تكيش دعوه بينا خالص. ارتاحي انت يا اخي. انت لا بتفهم ولا بترحم. من غير ما افهم البنت انت هتتجوز بعمري انا وقت ما يجيلي مزاجي انا. وانت ارتاح خالص. ليه بقى؟ ما هيش بنتي زي ما هي بنتك. مزاجها مش عاوز كتر كلام من فضلك. من امتى يا اخوي؟ من دلوقتي والا هتشوفي لون عمرك ما شفتيه. مفهوم ولا لا؟ نار نار يا سعاده البيه. ربنا يخليك. فتح اللي بيتكلم. لا الحاج وصل مشوار كده مش هيعوق يعني. امر حاج المسامير من هنايا الاثنين. أول ما هيوصل الحاج على طول هخليه يكلمك. يا حاج. بالسلامة. مع ألف سلامة. يا صوت. من أستا فتحي؟ إيه عايز يروح دلوقتي؟ عاش من شافك يا أستا فتحي. أهلاً وسهلاً ست فكيهة. أي خدمة؟ سلام. ست فكيهة؟ لا مؤاخذة أنا عندي شغل.
فضلت سريح هنا، الوالد زمانه جاي. تعالى اقف هنا وكلمني. فيها احنا في مكان شغل. اقدر اعرف بتتهرب مني ليه؟ ما بتهربش ولا حاجه. ليه؟ ما يمكن شفت لك شوفه تانية ولا حاجه. فيها ارجوكي بلاش نتكلم في الموضوع ده لغايه لما نبقى لوحدينا. يا سلام، اعمل لي بقى شويتين بتوعك دول عليا. تقدر تعرفني انا غلطت معاك في ايه؟ اجل الكلام ده لغايه لما نتقابل. نتقابل ايه؟ ما انت ثلاث مرات توعدني وتديني بومبا، اكونش يا حبيبي ملقحه كتتش عليك. فتيها ارجوكي اجل الكلام ده لغايه لما نتقابل. امتى يا فتحي؟ اخر النهار. عليا نعمه من نعمه ربي يا فتحي، لو ما جيت المره دي ما انت شايف وشي تاني. حاجة حاجة يا سلام، ايديكي بتشيلي التعب كله، ربنا يخليكي ليا. ويخليك انت ويبارك لي فيك. عملت ايه في المصنع؟ بفضل ربنا وبفضلك انت المصنع ده هيبقى احسن من الاول، واول انتاج لي ان شاء الله انا هسميه معسل بهية. وانا بتاعت معسل ده انت المزاج كله. انا مش عارف رد جمايلك ازاي حبيبتي. ما تقولش كده مار. على العموم انا فكرتلك في مشروع يكسبك دهب. هو انا افهم في المشاريع يا سيد؟ انا ملك المشاريع كلها، بدل ما انت حاطه فلوسي في البنك لا بتزيد ولا بتكتر. اقل واجب يا حبيبتي اشغلهم لك في مشروع مضمون. وعباره عن ايه بقى المشروع ده؟ هتشاركي تاجر كبير قوي، كلمته من بقه كده كوريكت كوريكت، اضمن من 10 بنوك. انا هجيبه لك هنا بنفسه، يشرح لك كل حاجه ويشرح لك ايه المشروع. بس انا وهو اخوات. ايوه ناوي بالك يا اللي بتخبط. يوه سي فتحي، ايه في ايه كفالة الشر؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يعني انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا فتحي يا ابني؟ يا عم فاهم، ام امام لما قرصت عليها اعترفت لي انها مجوزاه 4 مرات، طبعا ده غير جوازاته اللي بمعرفته هو. الله، تعالى كده بقى يبقى نصاب علامي. ما هو ده اللي مجنني يا عم فاهم. طب ما تروح تصارح الست والدتك باللي انت عرفته ده. امي مش مصدقاني يا عم فهمي، الراجل سارح بيها لحس مخها ومفهمها ان انا طمعان في فلوسها، مع ان عم فهمي الله اعلم انا محرم على نفسي اي قرش منها، بس تفوق لروحها، الراجل ده ممكن يمصمصها وبعدين يرميها للكلاب. لا حول ولا قوة الا بالله. تحب اروح افهمها انا بنفسي؟ يا ريت يا عم فهمي، بس حتى لو صدقتك هنرجع الفلوس اللي خدها الراجل ده ازاي؟ ده سحبت نص رصيدها اللي في البنك واكيد اديتهوله. طب اهدى بس، اهدى كده انت وروق كده، وكل مشكله وليها الف حلال. عن اذنك انا هروح اصلي العشاء وارجع بقى نقعد نتفاهم كده انا وانت على رواق. بابا كيف؟ اسمعيني. لا يا واد شاطر، تلطعني في الشارع وانت تسبقني على بيت ابويا، بريء قوي يا واد. طب اقعدي بس وانا هفهمك كل حاجه. اقعدي. يسلم ذوقك، انما انت بتبالغ قوي يا حاج شعبان. بالعكس، ده انا بحس السيد بيه على ان ربنا وفقه في الاخر لواحده ست هانم كامله زي حضرتك. المهم بقى نتكلم في الشغل. انا عارف انك ما بتحبش تشارك حد، وان شاركت ما بتشاركش مبالغ صغيره، لكن ما لكنش يا سيد بيه. هو بعد مقابله الست الهانم وانسانيتها اقدر افتح بقي ولا اقول لا؟ تسلم يا حاج شعبان، ربنا يديم المعروف. طب هو المبلغ اللي عند حضرتك كام؟ انا لسه عندي في البنك 5000 جنيه وشويه، غير حتتين الصيغه بس. على العموم معلش هاتيهم وانا هعمل لك نظام مخصوص زي اللي عملته لاختي. مش بقول لك الحاج ده زي اخويا بالظبط، هيعمل لك زي ما عمل لاخته. دي حصلت لنا ألف بركة. وهكتب لك إيصال بيهم وعقد الشركة، وفلوسك لو طلبتيها في أي وقت تاخديهم مع ألف سلام. يا سلام. لكن طول ما الفلوس معايا لك مني 50 جنيه أول كل شهر. 50 جنيه كل شهر؟ والفلوس ما تخسش حاجة؟ أيوه، يعني المكسب ليكي والخسارة هو هيتحملها، وأنا حمدي معايا شاهد على العقد. يعني أنت شايف كده يا سيد؟ إلا شايف كده. في احسن من كده بقى، قومي قومي ما تعطليش الراجل ده سايب شغله، هاتي ورقه عشان نكتب العقد، وهاتي معاكي دفتر الشيكات. من عينيا. حاضر. انا متشكر يا حاج شعبان، وجميلك ده على راسي من فوق. ما تقولش كده يا سيد. اعلى اعلى. ما تقولش كده يا سيد بيه، ده حتى يمكن بعد شهرين ثلاثه نزود لها ال 50 جنيه
والشيك انزل انزل. والشيك هيكتب باسم مين؟ باسمك انت طبعا، وهيتشال في جيبي لغايه بكره الصبح. اروح اصرفه من البنك واديك ال 500 جنيه بتوعك وتحل عني. طب والوصل اللي انا هكتبه؟ الوصل والعادة هيفضلوا في جيبي، ما تخافش، انا السيد مش سيده. يا مسيبتي السودة سحبت الفلوس كلها وبشيك واحد واتصرف النهارده. ومين اللي صرف؟ واظن جوزها. لا بس اكيد واحد نصاب من طرف. يبقى فتحي كان عنده حق في اللي هو بيقوله. طبعا. وده مين ده اللي عمال يضرب الجرس زي ما يكون مضايقنا؟ نادر. مساء الخير يا ست العرايس. اهلا يا وش المصايب، خش السلق وعد. اهلا. لا سيبيها لي، تعالي تعالي يا ام امام، تعالي حبيبتي تعالي. ايه جرى ايه؟ جايب لنا راجل نصاب يقلب الوليه. يا لهوي مالي هتستعبط يا وليه انت، ده انا اللي هضحك بقى. بقول لك ايه، الوليه صرفت شيك ب 11000 جنيه. كويس كويس. 11000 جنيه؟ ايوه هفقعك بيهم 11000 قفه. ادي واحد الحيات. اثنين ثلاثه اربعه سته. بتعمل ايه يا اخي؟ بس انت اللي بتخش علينا يا فتحي. انا اللي جايبها. انا اللي جايبها. ام امام اعترفت بغلطتها وهتصلحها. هتصلحها بعد ايه؟ بعد الفلوس ما اتصرفت كلها. معلش يا خالد ابني دلوقتي عاملين لنا اثنين شاي. يا وحش يا مجرم. معلش يا ام امام اقعد اقعد يا ابراهيم. معلش يا ام امام حقك عليا. يا لا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي يا عبد. احفظي ما عليكي. اهلا يا خالته ام امام، اتفضلي. يزيد فضلك يا حلوه، عقبال ما اشوفك في بيت العدل ويكون على ايدي. ديني يا روح. دي خالته ام امام يا ماما. اهلا. دي ايه المقابله اللي ما تطمنش دي؟ قولي عايزه ايه؟ خلصيني ما عنديش وقت ليكي. لو على راي المثل، خير انت اعمل شر تلقى. وليه يا ام امام؟ انا مش فاضيالك. وانا مش جاي اشحط منك يا حبيبتي، انا جاي اسال على بيه البهوات عشان يديني حقي. هو راح فين بسلامته؟ انت قولي انا مش مدياكي 10 جنيه يوم كاتب كتابه على الوليه اللي تدبسينا فيها دي؟ ايوه بس ده كان عربون، لكن الاتفاق. الاتفاق ان الوليه ده فيانا طلعت سكه وما حيتهاش اللضا، صرفنا عليها دم قلبنا، اشي كاتب كتاب واشي فسح وما خدناش منها قرش صغير وحد الله. حقه يا دي الكسوف. عارفه سي السيد حالف لك لما يشوفك هيطلعه على عينيك. لا 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 لا، وانا ما اقدرش على زعل سي السيد، هعوضها لكم بجوازه تانيه. انا كان قلبي حاسس، ما تزعلوش حقكم عليا. قولي لي هو سي السيد فين؟ عندها بيعافر معاها، واحنا عدنا بنشوفه. عايزه تشوفيه يا اختي؟ روحي له هناك. ايوه بس مش لما نربط الكلام معاكي الاول. كلام اللي هتربطيه معايا وليه؟ كنز وحياتك انت كنز، ما يتفتح الا على وش حبايبي. عروسه جديده بقى ولا ايه؟ لو انت الصادقه عريس. هتجوزيني انا المره دي ولا ايه؟ يا اختي الف بعد الشر، ربنا ما يحرمكيش بالبيت بتاعك، ده عريس للاموره. ليه انا؟ طول بعرض بغنى بجمال بحسب ونسب. بجد يا خالتي؟ بنتي لا واحس امشي نجري جوه. يو بقى يا ماما الحكاية يا مؤمن. انا مش هتكلم كتير، لا تقولي بامعر، البسي اللي على الحبل كله ولبسي النبي حريصها وتعالي معايا. هنخطبه؟ لا وانت الصادقه انا عاينه، هتشوفي بعينك وتصلي على النبي. اهو مستنينا في الاوتيل اللي استني الورقه معايا اهي. عبلي الست يا جدع. تشكر يا امير.
والله انت لك واحده عامله ايه؟ شغل ماشي ازاي؟ في ناس بتدعبس وراك دايما. ناس مين دول؟ اه الواد اللي اسمه فتحي ده ابن الهام الجديده. ماله الواد؟ حطك في دماغه وكل يوم يجي يسال عليك. الواد ده لسه بيجي هنا؟ هو ليه مات ولا هنا؟ طب اسمعي انت اول ما تشوفيه تقولي له امك في العش ولا طاير. مين؟ ايوه 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 يلا بتخبط. مساء الخير يا ام. يا سعد مساك. هو هنا؟ ما حدش هنا غيري. انا كمان استغربت لما خبطت على الباب يجي ساعه ما حدش فتح. جاي ليه يا فتحي؟ عم فهمي. ماله؟ بيستأذن في الزياره. كان عاوز يتكلم معاكي في كلمتين كده. يا خوفي لك كنا نصبت عليه في يا اما انا مش نصاب. انت ليه ما عندكش ثقه فيا؟ هو انا مش ابنك من لحمك ودمك؟ اما العيل بتدخل قلبه الغباوه ويقصى على امه بيمسح حبه من قلبها باسيكه. معلش يا اما مسيرك هتعرفي مين عدوك ومين حبيبك. الحاج فهمي عايز ايه؟ عايز يعرف اذا كنت راضي عن جوازي من بنته ولا لا. راجل بيعرف الاصول صين العيش والملح. ياكش بقى تكون اتعلمت منه الاصول يا فتحي. اقول له ايه؟ يجي امتى؟ يشرف. بس اما ادي خبر لسي سيد مش هو برضه صاحب البيت ولازم نقول له يعرف مين اللي هيخش بيته؟ مش هي الاصول كده؟ يعني عم فهمي ما يجيش الا لما يكون موجود. مش هي الاصول كده؟ براحتك يا ام. فتحي هتعدي عليا امتى عشان اقول لك على الميعاد؟ مش هعدي ولا الحاج فهمي هيجي. انت معاكي خمسه وادي خمسه يبقوا كام؟ 10,000 جنيه يا عرب. قولي خمستين عشان ما تهزوش. ما فاضلش غير عريس يا بنت اللذينه وابقى خلصت من سنة. ان كان عرسان موجوده يا اخويا؟ لا انا متكن على واد جدع تمام، مش زي عرسان الامان بتاعتكم. غني؟ مستور انما واد جدع. بيشتغل ايه؟ عنده ورشه دوكو للسيارات. وعليها خبر بفلوس بكره هيبقى ببلاش. عن اذنكم. سك على الفلوس جوه الدولاب حطهم في عينيكي، دول جهاز البيت. في الحفظ والسون يا عرب، وهتقعد كام يوم في بلد المحبوب يا اخويا؟ ثلاث اربع ايام لغايه ما الم ايراد الاطفال وارجع على طول. كنا احنا دبرنا امورنا. ايه؟ ما نستغناش يا عرب. بقول ايه وانت جاي كده تجيب لنا حتتين زبده وشويه بيض. شوفي اللي ايدي حطوله هجيبه على طول. بالسلامه يا اخويا، هتوحشني يا عرب. يوه، وبعدين يا ماما ده بابا بيقول هيغيب يومين ثلاثه ويمكن اكتر. ومالي يا عبيط؟ مش حمدي بيقولك انه مستعجل على السفر؟ ما تخافيش كل حاجه هتتنفذ زي ما احنا عايزين واكتر. يا سلام، ولما يرجع بابا وفي ايده بتاع الدوكو ده هبقى اعمل ايه انا ساعتها؟ يا بت تقالي تبقيش هبل. على مهلك يا روحي، خط العتبه. يا سلام، مش عارفه من غيرك يا سيد كنت عملت ايه. ما تحرجنيش النار، هو انا مش مسؤول عنك؟ اركبي روحي كده. تعالى يا توح. معلش انا بتايل عليك، انا محتاج العربيه اياها النهارده كمان ساعتين اتنين وهرجعها لك. لا دي مش هقدر. خد العربيه السوداء اللي هناك دي، ما عنديش مانع. لكن سودة ايه؟ انا محتاج نفس العربيه، ما بوظش نظام وحتبوك. في زباين جايين يشوفوه. جرب يا كريم، نهارك ابيض ساعتين اتنين يا راجل وهرجعها لك. امال الله خليك حلو. امال اهي نهارك ابيض يا ابو كريم حالا جاي. المؤمن دي اول مره تصدق في كلامها. بس هو دلوقتي يا ماما مستعجل على كتب الكتاب عشان يلحق يقيدني على الباسبور بتاعه ونقطع تذاكر السفر.
تقدري تقولي لي بقى هنعمل ايه لو بابا ما جاش؟ مش عارفه. نعم يا استماما، مش عارفه ده ايه بقى. طب فيها ايه لو قعدتوا هنا في مصر؟ طب وليه ما سافرش واشوف الدنيا؟ بصراحه لو احس قلبي مش مطوعني، وبعدين حاسه ان ابوكي لو رفض الجوازه دي هيرفضها بسبب السفر. يا ماما يا حبيبتي، حمدي قال لك ان احنا بعد ما نوصل بشهر ولا اتنين هيبقى يبعت لك عشان تيجي تتفسحي عندنا في امريكا. فكية، ايه اللي معادك على السلم كده؟ بستنى عدلي. من امتى؟ من وانا صغير. الله يخرب حالك، انت كمان ليك عين تضحك. طب تعالي نخش جوه اللي عندك على السلم. اسمع بقى يا جدع انت، اذا كنت خلاص فاكرني بقيت بايره وبلاقي حاجه تتش عليك تبقى غلطان. يا بنت بلاش عبط، انا هفهمك على كل حاجه. تعالي بس عشان الجيران. اسم الله عليك، خايف على سمعتك قوي. بلاش لمار، سيب ايدي بقى يا جدع انت. بتتعافى عليا انا؟ جرالك يا بنت انت اتجننتي؟ فعلا انا مجنونه عشان بحب واحد زيك. طب اهدي، ده ربنا يهديك. اوعى كده ما تلمسنيش. انا بحبك يا بنت، بحبك يا فكيه. ولسه عايزني اصدقك؟ صدقيني عمر ما حبيت حد في الدنيا قد ما حبيتك يا فكيه، حتى ولا امي ولا ابويا. امال ليه بس بتتهرب مني؟ ما بتهربش. امال ليه من ساعه ما اشتغلت مع ابويا وانا مش عارفه اتلم عليك؟ عشان عرفت قيمه العيش والملح. ابوك صح فضل عليا يا فكيه، شدني من سكه كنت رايح فيها ومش راجع، دواني طعم القرش الحلال. عشان كده كافئته وديت بنته البومبه اللي هي. يا هبله ما تقوليش كده، كل الحكايه انا مش عاوز الناس تقول ان الراجل استأمني على ماله وعلى تجارته وانا خنته ومشيت مع بنته. خلاص اقطع لسنة الناس وخليها في الحلال. ومين قالك ان انا مش هعمل كده؟ مش فاهم. ده فرحتي بجوازي منك يا فاكيها، فرحه عشت عمري كله اتمناها، فعايزها لما تيجي تيجي وانا قلبي فاتح دراعاته مليان حب صافي، مفيش حاجه في الدنيا تعكره. سلام سلام على كلام السيما والروايات. كلام جد يا بت. طب ايه بقى اللي مخلي قلب البعيد مش راضي يفتح دراعاته زي ما انت بتقول؟ امي. ايه حكايه امك بقى دي اللي طالعه لي في البخت؟ هانت يا فكيه هانت، اخد لها بطرها وارد لها عقلها، ساعتها القلب مش هيملى الا انت. تركبي حصان وتمرحل فيه زي ما انت عايزه. تحلف لي اصدقك اشوف امورك استعجب. طب ما قلنا بقى خلاص هانت بقى. طب يلا يلا غلق قدامي عشان توصلني. الله موت. يلا بقى يا فتحي. دي المؤقتا يا ام امام، والحلاوه الكبيره بقى عندنا. انا حلاوتي يوم ما تفرحي بيها وهي راكبه الطياره ورايحه بيت عدلها الامريكاني. القهوه يا طنط ام امام. حلوه طنط ام امام دي، طالعه من بقك عسل. الا قوليلي، هو بيه البهوات لسه ما جاش؟ لسه يا مؤمام، انا عارفه ايه اللي اخره كده، ده قال يومين ثلاثه. اصل الدكتور قلقان وعاوز يكتب. معلش هيحصل، قولي له ما يقلقش. قال لي قولي لي يا ست، قدر يعني ان البيه زرجن وصمم يجوزها اللي بتاع الدوكو اللي بتقولوا عليه ده؟ لا طبعا، انا لا يمكن هجوز حد غير حمدي. مخبيش عليك يا مؤمام، هو فعلا مزرجن. ايه يبقى كانك فتحتيه يعني. لعلمك بقى يا ماما، اذا بابا ما رضيش انه يجوزني حمدي انا هتجوزه من وراكم. بيتي لا واحس. انا اتفهمت مع حمدي على كل حاجه، هنكتب الكتاب عند المأذون وهيقيدني على الباسبور بتاعه وبعدها نتوكل على الطيار. ملهاش حل تاني يسلم فمك. ام مام يعني عايزه البنيه يضيع مستقبلها عشان ابوها عايز يجوزها اللي بتاع الدوكو؟ وانا بقى لو دبحتوني مش هتجوز غير حمدي. تبهدلي نفسك ليه وتبهدلي معاكي ليه؟ اركب حمير واسف في تراب وانام في بيوت معنى بيها الا ربنا ونازل مع الفلاحين بكام وليه؟ اعمل معروف يا سيد، كفايه بقى اللي فيا مكفيني. الارض دي هتتباع من بكره. يا لهوي، ابيع الارض اللي ورثاها عن المرحوم امي وبيت السكاكيني كمان بدل ما يتعدى على السكان وتروح النومان، وناخد الفلوس نشغلها بمشروع يكسبك كتير قوي وانت هانم مستريحه. اللي تشوفه يا سيد، بس سيبنا افكر. سوري، انت ما تعرفيش تفكري. انت تعملي لي توكيل وانا اتصرف في كل حاجه، وشوفي سيد هينغمك ازاي. حلوه. ما تحرمش منك يا رب. يا جميله انت حلو. اوتك وانت في الفورمه بقى، كتبت لك التوكيل ويوم السبت هنسجله في الشقه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟
هقول لك على حاجة اوعى تقول لا، احسن انا ازعل. تزعلي ده انت تأمري امر. العمارة والارض تكتبهم لي وتسجلهم باسمي. فكر في الموضوع ده. تفكر ده ايه؟ الفلوس وحطيتها في الدولاب وقفلت عليها، وانا ومدياك للولاية، هو انا ماليش في الحب جانب ولا ايه؟ ليكي ليكي يا روحي، بس استني عليا واحدة واحدة. استنى استنى، في حاجة تانية. وبعدين واخرتها كده زي دي بقى ايه؟ يا راجل اصبر. لاحظ. هو ده وقت لاحظ ده؟ لاحظ اتخطبت. ايه؟ جدع يا ما هنا ويا ما هناك، وانا وهي رضينا بيه. الله الله، طرطور انا بقى. فشر، دي الكلمة كلمتك والقول قولك. بس المفروض بقى ناخد وندي مع بعض في الكلام. انا مش قايلك يا وليه ان مدي كلمه الناس؟ وماله، مصلحتنا فوق كلمتنا، احنا يهمنا ايه غير عدل البيت ومصلحتها؟ وده يطلع مين بقى بسلامته؟ حته جدع يا سيد، انما يشرح القلب دكتور في امريكا، دكتور في العقول الكهربائيه. يسلم. مش مصدقني؟ روح كده وانت تشوفه بنفسك. المهم انه جاي يتجوز من مصر ويسافر تاني، وبيقول لك يا سيسي ان الستات بتوع بره عاملين زي عرايس المولد بيلزقوا. يعني قابلتيه واتكلمت معاه؟ مش لوحدي طبعا، كانت معايا ام امام. ام ايه؟ عارفه طبعا، مش هتصدق ان ام امام تجيب حاجه عدله. انت يا وليه مخ اتهرش، انا اجوز بنت اللي حلتي عن طريق مرد؟ استنى بس. بلاش كلام فارغ وشغل نسوان، الولاد من هنا ورايح ما تعتبش حتى في البيت ده، فاهم ولا لا؟ مش تفهم كلامي للاخر؟ ما هو باين من عنوانه اهو. طيب يا جماعه اتاخرتوا ليه؟ عطلتنا الولايه يا مؤمن. المهم عملتوا ايه؟ قابلناهم واتفقنا معاهم، تعبونا اخر التعب على ما وافقوا يجوا في الميعاد. يعني جايين؟ هعدي عليهم بنفسي بعد الظهر واخدهم على هناك. 5:30 تمام، هتبقى المسائل تمام التمام. اهو كده الكلام. سي فتحي عارف، عايزه فلوس طبعا يا مؤمن، حاجه كده ازيد بيها كيسي لحد ما ربنا يتمم بخير. بريزه كويس؟ معدنكش. اعتقد العربيه محتاجه بترول برضه، يا ريت بريزه كويس. مش دي بريزه برضه؟ ما شاء الله بينا. انت مش زيت الكيس؟ يلا يلا يا اختي يلا. ايه؟ ايه اللي حصل يا مان؟ بابا رجع من السفر. كويس؟ مش كويس ولا حاجه. دي ماما يا دوب بتفتحه في موضوع جوازنا، راح متخانق معاها ومبهدلها وحلف لي يكتب كتابي على واحد صاحب. تقولي ايه؟ حمدي انا مش ممكن هتجوز حد غيرك. وانا مش ممكن اتخلى عنك ابدا. حبيبي يا حمدي. طيب تعالى قبله بنفسك وحاولك. انا؟ ما انت مؤكد لو قعدت معاه هتقدر تقنعه. اقعد مع واحد رفضني قبل ما يشوفني؟ طب ايه الحل بس يا حمدي؟ ايدك انت يا لولا. انا لو قلت لي ارمي نفسك في النيل الحرم. بعد الشر عنك اروحي. طب ماما موقفها ايه؟ ماما مستعده تعمل اي حاجه علشان دي، حتى ما صدقت ان بابا نزل يصلي الجمعه وخلتني اجي اكلمك عشان نشوف لنا حل. هو بابا بيصلي الجمعه دلوقتي؟ طيب اسمعي بقى اللي هقوله لك كويس. 10,000 جنيه بتوع ايه؟ هو كان ناوي في الاول يرهن العربيه بتاعته، وبعدين لما نسافر نبقى نبعت لك الفلوس تفك بيها الرهنيه وتاخدي العربيه هديه ليكي. فانا قلت له ما ترهنش حاجه وانا هجيب لك الفلوس من ماما. ايوه بس انت عارفه الفلوس دول بتوع ابوكي. مش بابا كان شايلهم عشان جوازي؟ ما انا هتجوز خلاص اهو يا ماما. طب وافرضي سالني عليهم؟ ايه بيقولي له بقى اني خدتهم وطفشت؟ بات يا لواحس. ماما حمدي هيستناني انا وانت الساعه 7:30 في الاوتيل، هو حاجز لنا اوضه كبيره هناك هنقعد فيها يومين لحد ميعاد الطيار. انا الفار ابتدى يلعب في عبي. قصدك ايه؟ يا ترى الجدع ده بيرسم على ايه؟ هو انتوا عندكم كل الناس كده بترسم؟ حمدي هيسلمك مفاتيح العربيه اول ما تديله الفلوس، يعني نيته سليمه. ثم انت عارفه العربيه بتاعته دي ثمنها كام؟ 18,000 جنيه. وقال لك مستعد يكتب كتاب على طول؟ وهيقابلنا بالليل ومعاه المأذون والشهود وكله. بنصوار يا حماتي. بنصوار. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي. مساء الخير يا ست الستات. يا سعد مساكي. لا 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 ما تقفليش يا حماتي، جايين ضيوف. اتفضلوا اتفضلوا على مالكم، حاسب السينما المكسوره. ضيوف جايين يقعدوا معاكي شويه يا ماما. ام امام. نعم. تعالي هنا اتفضلوا. على مهلكم، حاسب السينما. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اتفضلي. اهلا اهلا يا شباب. اهلا يا شباب.
خشي خشي يا بكري خشي بالدور حازم خشي معاه انت كمان بيه. ايوه اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا. انت بتقولي ايه؟ نسوانه اللي جوزهم قبلك يا ست الستات. نسوانه؟ دول تلاتة بس اللي قدرت اتحصل عليهم والباقي في علم ربنا. انت قصدك ايه بالظبط؟ سامحيني يا ست الستات، انا اتخميت فيه زيك تمام، لولاش ان قلبك طيب ونيتك سليمه ما كانش ربنا بعت لنا التلاته دول عشان يكشفوه ويكشفوا ستره اللئيم ابن اللئيمه. انت جرالك ايه؟ انت اتخبلتي في مخك؟ لك حق، اشتمي ما بدالك يا ستي. لو قلعت مداسك واديتيني بيه جوز مش هقولك انت بتعملي ايه، انا اللي غلطانه، كان لازم اسال واطقس عليه قبل ما ابليكي بيه، لكن هقول ايه؟ اسمه ربنا. هي دي بقى الرسمه اللي رسمتيها انت واولادي عشان تخربوا بيتي؟ وحرسم عليكي ليه يا ست الستات؟ قال الجمل طلع النخله، ادي الجمل وادي النخله، عندك النسوان بتوعه بره هم، اطلعي اسالي واطقسي منهم وانت هتعرفي كل حاجه. قلبي مش مرتاح للموضوع ده ليه؟ لا يا ماما ما تخافيش، بس المهم اول ما امشي انا تصحي بابا وتوزعي واحنا نستناكي في الاوتيل، بس ما تاخريش. طب بقول لك ايه، لو احسن ما تروح انت وانا اجيب لك الفلوس معايا. يا ماما انت رخره، انت خايفه على الفلوس ومش خايفه عليا انا؟ مش قصدي يا لواحس. طب المهم بقى، باي باي دلوقتي عشان بابا يصحى. كان نفسي قوي اقول لك بسهوله، صعبان عليا قوي ما احضرش الفرح بتاعي، لكن معلش بقى والبركه فيكي. معلش يا حبيبتي، يلا توكل على الله. متأخريش ها؟ حاضر. مزاجة مزاجة. نعمين يا عرب. فين الشاي؟ شاي؟ هعمل لك كوباية شاي حالا. أنا خدني من بيت أولادي وجوزنا في الشقة دي، على فكرة الشقة دي مفروشة. مفروشة؟ أمال؟ أنا كمان اتجوزته هنا، هو كدبته عليا، ساعتها قال لي الشقة دي تمليك، هو كذاب كبير. أنا اتجوزني في شقتي في الزمالك. طب أنا اش دراني إنكم لا مؤاخذة يعني ما بتكذبوش عليا. ونكذب عليكي ليه؟ هاتيلي التليفون وأنا أطلبه لك عند نزاجة. أنت كمان تعرفي نزاجة؟ اللي أعرفها مسكينة مستحملاها أكتر من 20 سنة عشان تربي بنتها الغلبانة. أنا كنت حريصة من الأول، قلت له اولاد لا خلفة مفيش. طبعا حضرتك طلعتي واعيه. الانسان لابد يكون حذر في كل تصرفاته يا عزيزي. نويني التليفون من فضلك. حاضر بعد اذنك يا حماتي. لا انا اللي هكلمه. الو. ايوه بهي، في ايه؟ طيب طيب هعدي عليك الليل، مع السلامة. يا باي هتنامي هناك الليلة دي؟ أنا متفق معاها إجازة الليلة دي، بس مش عارف عاوزاني ليه. على العموم هشوف ظروفها إيه وأخلع. مالك يا وليه مش على بعضك ليه؟ لا مفيش حاجة، هيكون في إيه يعني؟ مفيش حاجة خالص. والبت فين؟ البت اديتها الفلوس عشان تدفع إيجار لأصحاب البيت. تدفع الايجار لاصحاب البيت؟ ما تدخلي يا عروسه، انت واقفه كده ليه؟ مش تقولي بيت مين ده الاول؟
ده بيت امي وابويا الله يرحمه. ده بقى بيت العز اللي انا اتربيت فيه. ان شاء الله هنكتب الكتاب هنا. طب ما قلتش كده ليه من الاول؟ جبت الفلوس؟ طبعا. يا روحي ما تحرمش منك يا واحس. بس ماما دلوقتي تلاقيها هتروح الاوتيل ومش هتلاقينا وجايز تقلق. تقلق ليه بس؟ وهتقلق من ايه يا حبيبتي؟ ما هي فاهمه ان احنا حاجزين اوضه هناك زي ما انت فهمتني. اوضه هناك اوضه هنا. المهم ان اللي الواحد رسمه حصل. لا واحس تعالي يا حبيبتي. حبيبي يا حمدي. حبيبتي يا واحس. وغشتيني عليك يا حلوه. خير؟ كل خير ان شاء الله. في ضيوف جوه عايزينك. ضيوف؟ اهلا وسهلا. ايه ده بهيم؟ مؤتمر الارشمات رسمه ايه؟ تعرف الستات دول ولا ما تعرفهمش يا سيد؟ سيد ايه اللي عملتيه ده يا وليد؟ مالكش دعوه بيها وكلمني انا. كلمك انت بصفه ايه؟ بصفه جوز بنت الست اللي وثقت فيك وامنت لك يا سيد يا مغربي. جوز بنت الست اللي افتكرتك بني ادم بحق وحقيقي. لا لا يا وليد انت. ولولو عليك ساعه وسكت. ما تقولهاش يا ولادي. انا عايزه كل مليم خدته مني يا سيد. انا ما خدتش منك ولا مليم. انت اللي خدت شبابي. خدت احلى ايام عمري. انت واخد مني 11000 جنيه غير كل الصيغه اللي عندي. لا الاتحاد مش عاوز. انت ما قلتلهاش ولا ايه؟ اسمعي يا بهيه، القانون لا يعفى المغفلين. اذا كنت تقدري تثبتي ان انا خدت منك جنيه انا مستعد ادفعه لك 10. انا سيد مش سيده يا اختي. طلقني. انا هطلقك بس ليها شروط. اولا تبريني من الحق والمستحق. ثانيا كمل يا سيد كمل. ما انت بجح حرام مظبوط بسرقته وبيفرض شروطه. عاوز من امي ايه تاني يا سيد؟ بالصلاه على النبي كده توريني عرض كتابك وانت اولهم. الشقه دي انا مأجرها مفروشه ولازم اسلمها لاصحابها الليله دي. يا بس يا سافل. سيده مغربي ان ما طلقتش امي الليله دي واديت لها كل حقوقها هتخسر اغلى ما في حياتك. بقول لك ايه؟ اسمعني كويس وفكر في كلامي. انا قاعد في البيت وترد عليا. يلا ابراهيم. يلا يا عمر. وقصر ايه اللي كمان ايه؟ تعالى يا سعاد. ايه اللي ايه ان شاء الله؟ يلا يلا يا اخي. طيب يا اخوي. يلا يا ست منى. سودت وشك يا سعيد. يلا يلا يا اخي. بس في عينك وفي عين ابوك. يلا 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 بره. ودتونا في داهيه كالكداهيه. كالكداهيه في ايامكم السودة. الو. ايه؟ في ايه يا نزار؟ انا اللي ضيعتها. أنا اللي ضيعت بنتي يا سيد. كنت عايزة أجوزها جوازة ما تحلمش بيها. كنت عايزة أشوفها أحلى عروسة في الدنيا. كان نفسي ما تشوفش اللي أنا شفته. أرجوك يا سيد تلحقوا قبل ما يخطفوا. بلغ النيابة بلغ البوليس. أبوس إيدك. عايزة بنتي عايزة بنتي. اضربني اقتلني هات لي بنتي. روح لام امام. روح لام امام هي تعرف قراره. شكله ايه الواد ده؟ شكله اسمر وشعره اكرت. بنتي يا خبر ده باين عليه حمدي والمعازيم. طب مش كان يجيب لي الفستان الاول؟ دلوقتي حابب الناس ازاي كده؟ ايوه يا عم فادي. ايوه ايوه يا حبيبي. استنى شويه. لا 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 استعجل على الهوا. شغال انت اخوانا. الله منوره بيتك يا عم. منور بيك يا حبيبي وبعروسك.
بنت سيد المغربي. بس انت قلت لي انك هتوديها لابوها. لا، ابوها هو اللي هيجي يستلمها منها. لا ولا قوة الا بالله، مش تفتح يا ابني. لا مؤاخذة، انت المأذون. ايوه خير. انت كتبت؟ والحمد لله يا عم العدل. تعالى تعالى معايا. ايه الحكاية؟ انا معايا. ايه العبارة؟ ايه يا اخ، في ايه؟ انت ايه يا عم؟ في ايه؟ معقولة؟ فين بنت؟ قول علينا ايه؟ الله جاي بالك. اهلا يا ابو السيد. فين بنت؟ الله، انت جاي تبارك ولا جاي تعمل غاغة؟ شوف، انا عمري كله في اللحظه دي. فين بنتي؟ لعب غالب ومغلوب يا سيدي البهوات. فين بنتي؟ اهدى عشان نلعب صح يا جوز امي. امك طلعتها خلاص. فين بنتي؟ بنتك في الحفظ والصون، احنا عندنا اصل. اتفضل. لاحظ بنتي. بنتي عملتوا فيها ايه؟ بنتك بخير يا مغربي، يعني ما لقيتوش الا بنتي تنتقموا منها؟ انت اللي مسؤول عن اللي جرى لبنتك يا سيد. قبل ما تحاسب الناس حاسب ضميرك، اذا كان لسه باقي عندك ضمير. حقك عليا يا بابا، سامح. هو اللي ضحك عليا انا وماما وفهمني انه انا اللي غلطان. انت اللي سامحيني. سامحيني لا احس. سامحيني يا بنتي.